سبق وتعرفت عليهم بالحلقات السابقة. من أسبوع لأسبوع بيطل علينا ضيوف فقرتنا الأولى الاختصاصي بالجراحة التجميلية دكتور نادر صعب. أهلا وسهلا فيك دكتور. ثانك يو. أهلا وسهلا. هلو دكتور، كيفك نانسي؟ كيف نعم انت؟ شخصيتي للحلو ترند على الموضة، مغيرين يكون هيك لبس كتير كاجوال بالبقلو. ومنحيي كمان اختصاصية التغذية هلا عقيقة. أهلا وسهلا فيك. هلا فيكم، شو أخباري؟ تمام. هلا تمام. أنا سبق كلاس صح. ميرسي. هلا شو موضوعنا الغذائي لليوم؟ اليوم رح نحكي عن المينوبوز، هيدي الفترة اللي بتقطع فيها المرأة، شو العوارض والمضاعفات، وأكيد رح نتطرق للشق الغذائي تنعالج المعارضة. أوكي. يعني عن مرحلة انقطاع الطمث عند النساء. دكتور سعد، بدنا نحكي اليوم عن تقنية الجديدة لشد الوجه، ونفرجي أكيد قبل وبعد حالات قبل وبعد كيف كانت وكيف صارت وكيف تطورت الجراحة التجميلية لحتى تصير كتير سهلة، نقدر نستفيد منها قدر الإمكان ونكبر سناً بشكل كتير مرتب. على فكرة حدا بعت لي شيء حابب أنه تطرح موضوع بالبروغرام، يعني تحكي عن موضوع معين، بس ما عم بتذكر وين. إنستا، تويتر، ولا عم بتذكر هلا تذكرت، بس رح أشوف، رح أرجع دقيق وأقول لك على الموضوع. بس الصبية اللي بعتت لي قد ما بيجينا مرات عن جد، إن كان على إنستغرام ولا فيسبوك ولا تويتر، بدون ضيوف ومواضيع كمان بنفس الوقت. صحيح. وطبعا رح يكون في عنا مواضيع تانية رح نتناولها خلال حلقتنا. خلونا نتعرف عليها بهاللمحة السريعة. للمرأة النحيفة خبيرة الصورة شانتال شلهوب تكشف لك بعض الأسرار لإطلالة متألقة دائما. خبيرة التجميل رولا كرم وفقرة خاصة عن المكياج. دكتور إميل مدور بيستعرض لنا بعض الحالات والعلاجات لابتسامة متألقة. ونصائح من المتخصصة في محاربة أثار الشيخوخة كارول زمرود لترطيب البشرة من الأعماق. حلو الحلقة. ايه، هيدا جزء بسيط من اللي ناطركم اليوم بلقائنا من مواضيعنا. منبلش بجولة على أخبارنا مثل العادة بأول جزء ببرنامجنا، وأنا خبريتي كتير مميزة. ولأول مرة بتاريخ الدراما المصرية نجحت الشركة المنتجة لمسلسل طريقي التجربة الدرامية الأولى للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب اللي نافست فيه خلال السباق رمضان السابق بتسويق العمل للتلفزيون كولومبي بسابقة جديدة من نوعها كأول مسلسل مصري عربي يعرض عبر شاشات التلفزيون كولومبي. وقد طرحت قناة كاراكول تي في الكولومبية برومو المسلسل مترجما إلى اللغة الكولومبية، وبيشارك ببطولة هالعمل بجانب شيرين عبد الوهاب الممثل السوري باسل خياط والفنانة القديرة سوسن بدر ومحمود الجندي وعدد كبير من الممثلين والنجوم بالعالم العربي، وهو من تأليف تامر حبيب ومن إخراج محمد شاكر خضير. طول عمرك لغاية ما تترمي صح. يعني بس علي عشتي حتى وأنا مش عايشة بعالم. غريبة منسية، بعيدة منسية، غريبة من يومي في وحدتي دي. أنا بغير عليكي من الهوى يا دليل، وبتجنن لو حسيت إن في حد قرب منك. دليل صوتي يستحق إن الواحد يقف جنبي. أنا وعدتك إن أنا اللي هساعدك. اللي فات أنا عمري ما شفتك سعيدة مرة واحدة في حياتي. حلو كعمل عربي يعرض على الشاشات الكولومبية وعلى محطة كمان كتير مهمة. ألف مبروك لشيرين عبد الوهاب، رح تحقق انتشار بكولومبيا. صح محبوب وأثبتت أنه نجحت بالتمثيل، ونحن معودين عادة منجيب الأفلام المكسيكية منترجمهم عنا. بقى يعني كيف انقلبت وهيدا دليل قديش الدراما العربية وخاصة هالعمل المشترك، يعني ما بقى نلاقي فيلم بس مصري، نلاقي مسلسل مصري لبناني سوري، هذا يمكن عطى دليل نجاح وانتشار أكتر وأكتر. حتى لدرجة صرنا
بيتدبلج وبنعرض بكولومبيا. هي اول مره بسمع. ان شاء الله بتكون بدايه خير لكل الاعمال العربيه. ومبروك لشيرين عنجد. ومبروك لبقيه الممثلين والشركه اكيد لباس الخياطه. اكيد وتحياتنا لشيرين. قبل ما اقول خبر تذكرت تقنيه تنحيف الارداف. اوكي كتبت عندي بليز دكتور لسنين الجاي اذا قلت حضر لنا هيدا الموضوع. اوكي انا رح اخذكم لعند النجم جورج كلوني وزوجته المحاميه الشهيره امل عالم الدين يلي حصلوا على الاذن بتثبيت 18 كاميرا لحمايه منزلهم يلي موجود او الواقع على حدود اوكسفورد شاير يوركشاير عفوا يلي بتبلغ قيمته 10 مليون جنيه استرليني. علما انه الكاميرات رح تتركب على اعمده خشبيه بارتفاع 5 امتار. عم شوف طبعا بعض الصور هون للبيت وكان طلب وجه اعتراض وتحفظات من مجلس قضاء المدينه حرصا على خصوصيه الجيران الا وانه وبعد ضبط وتحديد ابعاد الكاميرات بمحيط منزلهم حصرا بمسافات تحفظ حريه وخصوصيه العقارات المجاوره نالوا الموافقه على تركيبها مع التشديد على اهميه عدم تشويه القيمه التاريخيه والهندسيه المعماريه التراثيه الخاصه بالمنزل. النجمين اشتروا هالمنزل باواخر 2014 وفي مكتبه مثل ما شفنا صاله العاب رياضيه منتجع صحي وسونا مع ابو جراج قبو وجراج وكوخ منفصل للضيوف او الموظفين وكمان في ارض تقريبا تقدر ب 20 الف متر مربع وحديقه اشجار واسعه بتامن خصوصيه لالهم. كما انه عم بيفكروا انه يضيفوا على المنزل بول سويمينج بول وبركه محاطه بالخصوصيه مع شرفه واسعه وسينما خاصه. صغير البيت يا حرام. طب بعد في شيء يا حرام يعني انه 18 كاميرا قليل انا بعتقد. يعني ذكرتيني هلا وقت ما بلشوا يعملوا دعايات ولا برومو لشي بيت بدهم يبيعوه. صحيح. ايه ما مشي في ابو في جراج. انا بتصور اللي ناقص هو بيبي صغير لجورج كلوني وامل عالم الدين ما انه هلا عم بيجربوا يعني. بس كثير حلو البيت وموقعه حلو. هلا انا ما صار بدي اطلع على عدول الصور الله يخليكم مشغولين بالقرايه. يوجعنا قلبنا. لا عن جد البيت حلو كثير. وحقهم يعني يكون أيه. عندهم هيك هالامن هيدا يحطوا كل هالكاميرات هالبرايفسي أيه. كمان هالخصوصيه ان شاء الله عقبال ما نشوف لك يا نانسي شي بيت قصر ومع كاميرات ومع كل شيء بيت قصر بلندن قصر ميلانو قصر باريس بس انه انا كثير انواع. اوكي دكتور شو الخبريه؟ اليوم خبريتي من مصر عن الفنان المصري حسن يوسف يلي بنعرفه كلنا ويلي هلا عم يعمل كتاب ويسرد قصة حياته اسمه نصف قرن مع عالم الفن بيتناول من خلاله مشواره الفني اللي امتد على أكثر من 50 عام وعلاقته بالزملاء والفنانين بمصر وبالعالم العربي. وأكد الفنان حسن يوسف أنه الكتاب لن يتطرق لعلاقاته وحياته الشخصية وعلاقته بزوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي لكن حيركز أكثر على كواليس وأسرار رحلته مع عالم الفن. والجدير بالذكر أنه الفنان المصري وعد أيضا بأنه فور انتهاء كتب الكتاب يلي هو نصف قرن مع عالم الفن سيقوم بتسجيل معظم ما جاء فيه في شكل حلقات تلفزيونية بيعرض لاحقا على إحدى القنوات التلفزيونية. يعني لازم بعد مسيرة طويلة يعني 50 عام بهالمهنة ما بنكتفي بس بكتاب حلو بترجم كمان إلى عمل كمان الناس تشوفه بس قديش ممكن ما يتطرق لحياته الشخصية ما بدي أقول لك قديش الناس مرات عندهم هيك الفضول يشوفوا كيف كانت العلاقة بينه وبين زوجته. على كل حال بانتظار هل يعني هيدي كتير مهمة لكن بنشوف الفنانة صباح انه حاول وياخذوا مسيرتها الفنية ما فيك تتجاهلي هالقسم الشخصي صح يلي كتير بيلعب دور هون بتصير المشاكل وقت ما بيتطرقوا لحياتهم الشخصية. وبتصور نجاح المسلسل او نجاح الكتاب بيكون بس تغوص بالحياة الشخصية يعني الحياة العامة نحن بنعرفها ومنتابع الأعمال بس الشخصية بتبقى شوي مخبية. فهمت. لا الجوسبس الجوسبس ما بحبه أبدا جوسب أبدا ولا شوي. هلا اليوم أنا خبريتي بتقول إنه تونس رح تستضيف الأدوار النهائية لمسابقة جمال البرتغال اللي بيكون رح يكون فيها 18 متسابقة رح يبلش هيدا الأحد
الايفنت ويضل لاحد الجاي 6 ايلول لراد، وبطور تبادل سياحي وثقافي رح يكون الهدف منه، ورح يكون في كمان برنامج ثقافي واجتماعي حافل، والهدف انه اختاروا تونس هو كرمال تبينوا الوجه الاخر للشعب التونسي المعروف بضيافته وثقافته ويلي بيستحق انه الاجانب يزوروه. فبعتقد انه بتسحق تونس هالمبادره خاصه من بعد ما صار في الهجوم الارهابي السنه الماضيه بفصل السنه. هون دكتور صعب كعضو دائم يعني بلجنه او لجنه تحكيم مسابقات جماليه بتصير، قديش هيك مسابقات بتضيف يعني كمان على الحركه السياحيه والثقافيه للبلد؟ اكيد هالشيء بيلعب دور كثير مهم، اول شيء سياحيا لاستقطاب السواح، لكن اليوم انا بدي اقول ان شاء الله تونس تقدر تخلص من هالمشاكل اللي عم تقطع فيها، خاصة مع وجود بعض الناس اللي هن شوي متطرفين، إن شاء الله تقطع هالجمعة على خير، لأنه فعلا هيدا حدث كتير مهم إنه ملكات جميل أوروبية يعملوها ببلد عربي وخاصة بتونس وبالوضع اللي عم تمرق فيه تونس. الله يحميها، الله يحمي اكيد تونس. تحياتنا لكل كمان سبقتني كل يلي بتابعونا بتونس اهلينا هنيك، ويحمي مثل ما قلت كل البلدان العربيه يا رب. من بعد هالجوله هيك على الاخبار كل تنين بتكون معنا، مين هي؟ دلولة كنز. بونجور دلولة. هاي نانسي، كيفنا؟ منيح. شو الاخبار؟ دعكة لقلك دعكة. بدك تساعديك. يلا شو الاخبار؟ الحمد لله تمام ماشي الحال. شو في بات اليوم؟ اليوم عامله وصفه لحظه طيبة. انا رح باتش انجليش بندوره بصل زيتون. صح هيدي تارت على شانكليش. تارت أصلاً. اليوم عم نحكي على عجينة البات المالحة يلي هلا بدنا نشتغلها سوا. بدنا مثل ما هون عم يشوفوا بدنا نوضع لها كوش من الزيتون المطحون مع نقطة من زيت الزيتون. اوكي. وشو بدنا نرجع نعمل نانسي؟ بدنا نفرم البصلة، نفرم البندورة، نفرم شانكليش صغير مثل كأنه عم نشتغل التبولة، بدنا نحط رشة من زيت الزيتون، شوية من زعتر الأخضر، بدنا نكعزلهم وبدنا نوضعهم على عجينة التارت المخبوزة خبزة كاملة بدنا ناكلها. عم بضحك لأنه البروديوسر لاين بروديوسر عم بتقلي إنه بدنا نخبصها بالحمص، إنه أنا هيك دايما مش هيك منتقلها بالحمص يا ندى، مش نخبصها بالحمص، بدنا ننتقلها بدنا ننتقلها بدنا نوضع لها الحمص. حمي الفرن وضع 20 دقيقة بقلب الفرن 180 درجة أكيد. أوكي. طبعا ما بعرف إذا موجود الشنجليش بالبلدان العربية، في بتعرفوا شيء؟ نحن معروفين في هيدا هيدا النوع، هو مثل هلا بدنا نقول شغلة، إذا ما منلاقي الشنجليش فينا نستبدل بالجبنة، بس هو كثير طيب على فكرة. إيه هو كثير طيب، فينا أكيد نستبدل بجبنة الفتة بالغاري حيال حسب الواحد شو بحب بس أكيد أوكي. إنه شنكيش أطيب، ونحط لها شوية توابل أكيد زيبي. أكيد بتصير أطيب. مش بس عاملين هيدي الوصفة، عاملين بسكويت وشوكولا، بعرف إنه هيدي وصفة كل العالم بتعرفها، بس اليوم حبينا نعطيها نضيف لها العسل، نضيف لها الشوكولا، نضيف الجوز والزبيب يلي هي وصفة كثير طيبة، هيدا بنشتغلها بنوضعها بالفريزر وبنرجع بناكلها. هلا قلت هي بحب طمنك مش عم تسمعنا، كفي شو بعد فيها اشياء. كثير كثير طيبه من الوصفات الطيبه. اذا حطينا عسل بطل نحط سكر؟ لا بدنا نوضع السكر نانسي، بس بنخفف كميه السكر، يعني بدل ما نوضع 10 ملاعق من السكر العادي بنوضع 5. اوكي اوكي، وبنرجع بنضيف شوي من العسل يلي بتعطيها نكهه كثير طيبه. نحن بنرجع لك بعد شوي أكيد. رح تكفي هلا بدك تريحيها للعجينه. بدي ريحها، بدي غطيها اكيد، وبعدين نخبر المشاهدين من شو معموله العجينه. اوكي رح ارجع لك بعد شوي لكن، وهلا عوده لعند ساشا لنشوف لوين رح تاخذنا. رح اخذكم الى عالم جي لو العنيد اللي ما عم تقنع، يعني بعد 5 مرات بروبوزل وطلب زواج من كاسبر سمارت ما عم تقبل. خلينا نتابع التفاصيل نحن وياكم دار ريبورتاج. كشفت مجلة لايف ستايل أن النجمة جينيفر لوبيز رفضت الزواج 5 مرات من حبيبها كاسبر سمارت الذي طلب يدها مرارا هذا العام، وهي لم تكن تستجيب لكل طلباته.
سمارت كان قد خطط لحياته مع لوباز بدءا من الزفاف وصولا للإنجاب، إلا أن الواقع كان مختلفا. فمنذ حكاية افتراقهما قبل حوالي 8 أشهر وهما بعيدان عن بعض رغم ظهورهما المتكرر معا، حيث حاول كاسبر أن يسرق النعم من جينيفر إلا أنها كانت منزعجة منه. لم تكترث لوباز لإلحاح حبيبها بقدر ما صدته، طالبة منه أن يتوقف عن التقدم لها بهدف الزواج وهي ترد بالرفض دائما، فهو في الحقيقة طلبها 5 مرات للزواج هذا العام إلا أنها لم ترد عليه. الموقف بالنسبة لكاسبر سمارت صعب جدا، فهو الذي ساعدها في تخطي مشاكل طلاقها مع زوجها الأول مارك أنثوني رغم فارق العمر بينهما وهو 18 عاما، إلا أنه لم يجد في ذلك مشكلة، وهو اليوم بحسب المجلة يحضر لطلب زواج جديد من لوباز ولكن بطريقة مختلفة علها توافق. شو بعد بيعملها بينزل من مصر؟ شو انا بقول علنا بشي يمكن شو عم بتقدمه ممكن العالم كلها، بس بتعرفي ما انا بركي اذا قالت له لا. على كل حال هن دائما هيك اف اند اون، دائما بتلاقيهم مع بعض بيرجعوا بيبعدوا بيرجعوا لبعض. ومن فتره انا حسب ما عرفت التقيت فيهم بالصدفه، كانوا بماديسون سكوير بارك عم يمشوا الكلاب، كانوا كثير مندمجين. هلا ما بعرف، هلا في يمكن اندماج بس كخطوه زواج ما بتصور جيلو بترجع بتعيدها عمرها 23 عمرها 45 ايه مش غلط. لا منه غلط، مش غلط ابدا. بس تعي فكر فيها، جيلو وكاسبر سمارت مينيموم يطلب ايدها 5 مرات و10 ومليون مينيموم. كاسبر سمارت غنيه مشهوره محبوبه حلوه جميله، على فكره شفناه باخر اخر اطلاله كان بكليب بفيديو كليب هيفا وهبي بريذينج يو ان، يس كان معه موجود لهيفا. اوكي هلا رح ننتقل لكيم كارداشيان يلي مهدده بسبب اعصار. هلا نشوف حياتها يعني مش هي حياتها. يبدو أن تصوير أحدث حلقات برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians كاد يعرض حياة نجمته كيم كارداشيان وعائلتها للخطر بعد مكوثهم جميعا في جزيرة سانتا بارت. وفي التفاصيل فإن فريق البرنامج اختار للعائلة وجهة الجزيرة في المحيط الأطلسي وذلك لتصوير بعض حلقات الموسم الحالي، وقد مكثوا هناك قبل أن تطلق السلطات الأمريكية الإنذارات بسبب قدوم إعصار خطر. وكانت السلطات المحلية قد أطلقت تحذيرات وإنذارات بقدوم إعصار اسمه داني بقوة مدمرة جدا، ويجب بالتالي إخلاء الجزيرة المقابلة للشاطئ والتي كان عليها كل أفراد العائلة. هذا وكانت كيم قد عبرت عن استيائها من التعليقات السلبية التي تصلها أخيرا خلال حملها الثاني، واعترفت بأنها بحاجة لاستراحة وانفصال عن العالم الخارجي حتى تلد طفلها بسلام. على فكرة مرات عن جد الناس بتتعب شوي المشاهير وهيك التدخل يلي بيعملوه بحسوا خلص بدهم يبعدوا. يعني كثير من المشاهير ايه اوقات بينزعجوا من الفانز تبعهم لانه ببالغوا. وحتى بنلاقي يعني من وقت ديانا يمكن ادوا لموتها ولا صح. هن الباباراتزي المزعجين وبينطروا اقل هيك حركه بيسووها او يمكن ايه
حتى ليبينوهم مثلا ان كانوا يمكن مش حاطين ميك اب، كيف شكلهم، مرات بيرصدون اذا عندهم سلوليت، عندهم شويه تشقق على مين. لا عن جد ما بيحترموا حريتهم، هيدا مزعج كثير. صحيح. كرمال هيك ببلداننا بتلاقي كل المشاهير تقريبا معهم البادي جارد تبعهم، وهالشيء ما الا انه يحميهم من 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 مضايقات الفانس تبعهم. ممكن يتعرضوا لها. صح. هيدي كانت جولة على أخبارنا وتقاريرنا مثل العادة بأول جزء بلقائنا. دكتور صعب، بعد البريك رح ندخل إلى موضوعك تجميل العنق والوجه عن طريق تقنية الليزر، ناخد تفاصيل أكثر بعد الفاصل، وهلا باقي معنا كمان تشاركينا بهالسيجمنت. أول فاصل علينا بحلقتنا وبنرجع بننطلق بمواضيعنا اللي حضرناكم إياها لليوم، كل عم بتابعونا على الـ LBC وقناة روتانا خليجية، خليكم برفقتنا بعد هالفاصل. متابعة ببيروت، مرة جديدة منرحب بالدكتور نادر صعب، أهلا وسهلا فيك. ثانك يو. وكمان اختصاصية التغذية هلا عقيقة، أهلا وسهلا فيك. دكتور، البداية معك رح تكون ومثل ما قلنا إنه رح نحكي عن شد الوجه والعنق بالليزر. شو هي هالتقنية تحديدا؟ مثل ما بتعرفي نانسي، نحن بنمرق بمراحل بحياتنا. بالفترة الأولية بين العمر العشرين والأربعين سنة، بعض الإبر والوخز بيساعدوا كتير للحفاظ على نوعية البشرة ونضارتها ورطوبتها، وبالتالي بتخفف من الترهل. أوكي. لكن وقت ما بنقرب من سن اليأس أو المينوبوز، هون بيوقف الاستروجين عنا وبتبلش تتغير معالم الوجه لدرجة إنه السيدة ما بقى بتصدق مريتها، وهيدا الشيء كتير مزعج. ياما سيدات رفضوا التجميل كل ما هني قبل ال 48 سنة 47 سنة، لكن بال 47 وقت ببلش الاستروجين يوقف، ببلش تجف البشرة، ببلش تترهل ويتغير معالم الوجه، وهون بيشكل عقدة نفسية عند السيدة اللي بيجبرها أن تتوجه عند جراح التجميل. وكتير هالجملة بلاحظها عند السيدات، أنه حكيم ما بحياتي كنت لقي هالتغير رح يصير بوجهي بهالطريقة. هون صرت اكتشف واعمل الرابط، اكتشفت انه سن اليأس يعني مأذي كتير للسيدات، لانه بيوقف الاستروجين يلي هو هرمون الاساسي وحياتي عند السيدات. اوكي. هون عم نحكي بس عن بشرة الوجه ولا حتى الرقبة كمان بتترهل وبتتجعد؟ نفس الشيء. يعني الرقبة هي بتتأثر أكثر من الوجه لأنه جلدتها أرق وما إلها علاج مثل ما لازم مثل بشرة الوجه، كرمال هيك بتترهل أسرع بكثير. هون شو عم نشوف؟ هون العلاج بنشوف ما قبل وما بعد كيف كان عندها. السيدة هون تقريبا بأي عمر دكتور أول شيء؟ هون كانت ب 68 سنة. 68. وهون بشرة شقرة. البشرة الشقرة بتتأثر كتير بالعوامل الخارجية، أكين شمس، أكين اير كونديشن، أكين جفاف، عكس البشرة السمراء أو البشرة السوداء. يعني بقول أنا سبحان ربنا كيف قسم الأرض، حط بأوروبا الشقر وبأفريقيا السود يلي عندهم كتير حرارة مرتفعة وما بيتأثروا بعامل الشمس، يعني لأنه في عندهم كمية عالية من الميلانين هي بتحميهم من انه يعملوا يصير عندهم ترهل. اوكي. هون كمان بنشوف ما قبل وما بعد. هون بنلجا الى تظبيط العنق، الخدود، الوجه من الاعلى والجفون اعلى واسفل. اكيد بيبقى عندنا الجبين او الجبهه، من زمان كنا نلجا الى شد الجبهه، هلا تغير التقنيه حفاظا على المنظر الطبيعي ما بعد عمليات شد الوجه بالليزر. نلجأ إلى حقن بعض الوخز يلي بيعطوا فعلا جميل وبيبين النظر كتير مرتاح. ما حتى بيبين. لو بعمر كبير يعني أكيد. متقدم؟ أكيد. كرمال هيك نحن فينا نعمل بوتوكس على عمر صغير لنتوقع وجود تجاعيد جامدة بالوجه أو دائمة، كما وأنه إذا كان تأخر الوقت هون بنلجأ إلى حقن البوتوكس وحقن مواد لملء الخطوط
الدائمة اللي صارت. دكتور سابقا العملية التقليدية كانت تنعمل بالخيط يمكن وكان يبين ويظهر وينفخ كتير الوجه، هلأ بالليزر شو الفرق بيناتهم؟ صارت أسهل يمكن ما في ورم؟ يعني بدي أقول لك الخيوط منا هي التقنية الناجحة، يمكن بتضاين تقريبا 5 إلى 6 أشهر وهلأ صار في خيوط غير قبل، صار في عنا خيوط بتدوم بعد 6 أشهر، يعني كأنه عملنا شوية حقن بالوجه، لكن بهيك حالات ما بيعود يفيد الخيط، كرمال هيك بنلجأ إلى التقنية الجديدة يلي من خلالها نعمد إلى جراحة بسيطة وإلى شد العضلة الوجه بالليزر يلي بخلي الوجه يستمر ويضاين 15 سنة ما بعد. طيب دكتور بين شد قبل كيف كانت تكون تصير العملية وهلأ الشد بالليزر كيف بتصير؟ من زمان كنا نلجأ إلى صلخ كل الوجه بآلات البدائية، الكين نعم. المقص ولا الكين البانس حتى نروح نقبع الجلدي، هون كانت تترك كتير ديقا وكتير مشاكل بالبشرة، يبينوا كل الشريين صاروا سطحيات على وجه البشرة، جلدة تصير كتير رقيقة لأنه تصير شدد. كتير مشدودة ويعطي شكل منه طبيعي، وكانوا حتى نلجأ إلى شد العنق، كانوا يقصوا الراس من هون ويطلع الإنسان فعلا بخوف يبين هيك، يعني كأنه مندهش كل الوقت، يعني كمان فيها وجع كتير وبدأ وقت لحتى يتعافى الواحد. صح طويلة. يعني هلأ تغيرت كتير مثل ما عم نشوف ما قبل وما بعد، يعني تغيير بسيط منلاقي عمل ريجيفينيشن تقريبا 30-35 سنة من العمر بفترة ساعتين من الوقت. أوكي كيف تصير؟ كيف تشتغلوا مع المريض أو المريضة؟ أكيد عملية كتير بسيطة، منا بحاجة للبنج العام، بيتم تحت تخدير الموضعي، وهالشي بيكون من خلال جرح كتير بسيط نقدر ندخل بالليزر على عضلة الوجه، وهون منشد نلجأ إلى فصل العضلة عن الوجه ومنشدها، وهيدا بيعطي إفيه كتير سريع، ومنقدر نتخلص من هالبولدوغ ساين، لأنه مثل ما بنلاقي عند العالم بيقشطوا هولي، بصير في عنا إفيه بولدوغ، يعني بشبهون تقريبا كيف عند البولدوغ بتلاقيهم قشطين، لأنه بيعطوا حزن وبيعطوا تعب بالوجه. بس نشد العضل هون بنكون تخلصنا من هالمشكلة يلي تستمر عند الإنسان لو شو ما عميل، لو لجأ لحقن البشرة، لو لجأ للخيوط ما بيقدر يتخلص منها إلا بعملية شد الوجه بالليزر. أوكي أوكي وبترجع بعدين دكتور مثلا إذا واحد ما بعرف ست بدأ شوية رتوشيت خدود ما بعرف شفاف كل هالأشياء بتقدر ترجع بعد العملية تشتغل؟ يعني نانسي بدي أقلك بهيد العملية منقدر نحصل على كل شيء بمرة واحدة، منا بقى بحاجة لرتوشيت، منا بقى بحاجة لحقن فيلر، يعني هيد العملية بنعملها بتكون خالصة أقله على أول فترة سنة ونص سنتين، وبعدين حتى على الجفون منلاقي أنه من الأفضل أنه نعملهم كلهم مرة واحدة. أنا بلجأ إلى تصحيح الوجه من أسفل العنق لأعلى الرأس مرة واحدة بيستغرق ساعتين من الوقت، بغير لحياتها للسيدة من دون ما تبقى عندها مناطق منها مشدودة، وبقول أنا من خلال تجربتي بالحياة بالجراحة التجميلية انه من أسوأ شيء انه نقسم الوجه بالعملية، لازم كله ينعمل مرة واحدة، هون بيعطي جميل وبيعطي شكل كتير طبيعي، لانه في ناس بيشدوا بس العنق لوحده ولا الوجه لوحده، بس الرقبة لوحده بكون يمكن منا بحاجة بعد تعمل شد للوجه، هون بتعمل العملية ولا لا بتقلها انطري؟ من المفضل هو ننسي انه الوجه بينزل لتحت حسب الجاذبيه، كل شيء لفوق بينزل، وغالب الوقت بنكون احنا قاعدين بقى الوجه كله بيقشط لتحت، تصحيح الوجه يقتضي اعاده الجلد الى ما كان عليه، وبالتالي هو رفعه الى فوق، كرمال هيك ممنوع نعمل العنق لوحده لانه ما فينا نشد الرقبه لورا، لازم نرجعها لفوق لحتى ترجع الى ما كانت عليه، كرمال هيك لو كان في مشاكل بالعنق هيدا ناتج من ترهل بالوجه، والتصحيح يكمن في تصحيح الاثنين العنق والوجه. طب دكتور مرحلة الشفاء بتكون سريعة، يعني السيدة أو الرجل بيقدر يمارس حياته بشكل طبيعي بعد ما يخضع لهالتقنية؟ أكيد
يعني العملية بتستغرق من ساعة ونص لساعتين من الوقت. الإنسان بيقدر بنفس النهار يرجع على بيته، أو أوقات بيضطر ينام ليلة لأنه بحب يبقى بالمستشفى لحتى يحس بالأمان. تاني نهار أكيد عندهم شاور بياخدوه، وهون بتصير حياتهم تتغير. لسوء الحظ ببعض الحالات منلاقي كتير من السيدات تعرضوا إلى حقن مواد دائمة بالوجه، وهون بيسبب كوارث لأنه ما بتعودي تتخلصي منهم، وبيغير بالايدنتيتي تبع الإنسان. قديش مهم أنه الإنسان يحافظ على شكله. بقول أنا يمكن أوقات تغيير بالأنف، بيكون عندك عظمة بالأنف، نلجأ إلى عملية استئصال هالعظمة وتغيير الأنف، بيتغير شكل الإنسان ما قبل وما بعد. لكن بعمليات شد الوجه إذا ما تمت بشكل طبيعي وبالليزر، بتلاقي الإنسان زغر بالسن كأنه نعمله ريجوفينيشن بس ما تغير شكله. قديش مهم أنه نحافظ. صح، لأنه الواحد مرات كمان نفسياً بتتعب نفسيته إذا بيطلع بلاقي حاله كتير مغير. أكيد. دكتور، يمكن أهم نقطة ما حكيناها والناس بحبوا يستفسروا عنها، القطب وين بيكونوا موجودين؟ القطب ما منشوفهم خالص لأنه بيكونوا بجوات الدينة ما بيبينوا وورا الدينة، إنه هن كتير صغار وما بيبينوا. ينبش الواحد يعني هن بس حتى يفوت الليزر، وهن كتير صغار وما بيبينوا أبدا. والسحر اللي بيكون بالوجه فعلا لا يقارن بأي تقنية تانية، وهيدي التقنية ما حيصير في شيء محل يقدر يعطي نفس هالنتيجة الطبيعية. وبيرجع أكيد الفن تبع جراحة التجميل بيلعب دور كتير رئيسي. يعني أنا بقول ما بحياتي قبلت أعمل بس العنق لوحده، لأنه هيدا من أكتر الأخطاء اللي معقول تتم بالجراحة التجميلية، لأنه منكون عم نغير معالم الإنسان. كل شيء بده يتم بطريقة يعني all in one، بمرة واحدة نقدر نتخلص الكين من التراكمات الجلدية بالجفون، الكين بأسفل الوجه، ولا الكين بالعنق، وهيك بنقدر نحافظ على شكلنا مثل ما كان قبل بعشرين سنة أو ثلاثين سنة. حلو. ودكتور صعب، مثل ما ذكرت يعني يمكن مرحلة انقطاع الطمس أو المينوبوز هالمرحلة كتير دقيقة بحياة السيدة، مش بس بالشق الخارجي يعني أو الشق الطبي، ممكن كمان تتغير حتى غذائياً. بخف الكالسيوم بجسمها، ممكن تعرض لترقق عدم. والشيء الغذائي كتير أساسي كمان تنتبه له. هلا مزبوط ساشا، بهيدي الفترة في كتير مضاعفات كمان بتصير مع السيدة. واحدة منهم أنه بيصير عنا ريسك مشاكل القلب بيزيد، لأنه مثل ما قال الدكتور وقت ينخفض مستوى الأستروجين يلي هو عنده دور كتير أساسي تيحافظ على ليونة الشريين، فبيصير في بالتالي تصلب. بالإضافة لإذا كان في نمط حياة مش صحي عم نتبعه كتدخين وكنسبة دهون مشبعة زيادة، بيأثر أنه يزيد عنا الريسك تبع الكارديوفاسكولار ديزيز. في كمان مثل ما قلتي ساشا، مشكلة الأوستيوبروزيس بتصير كمان بهيدي المرحلة، لأنه كمان الأستروجين عنده تأثير مهم على امتصاص الكالسيوم، تقدر العظم يمتص الكالسيوم كمان، فبالتالي بس ينخفض فبصير يتأثر العظم وبصير في عنا مشكلة أوستيوبروزيس. من هيك نحن اليوم بنركز على أهمية تناول الكالسيوم بين عمر التسعة والثمنتعش لحدود الثلاثين سنة، بضل جسمنا يخزن. بعدين أكيد لازم نكون عم نأمن لحالنا كمية الكالسيوم اللي بحاجة لها يوميا. في بصير كمان مشاكل بالمسالك البولية، بصير في عنا مشاكل النفخة، بصير في مشاكل وزن الزايد. هون يعني كل هالمشاكل ممكن كمان غذائيا نقدر نحلها. هلا رح ناخذ تفاصيل معك تيري عنا هلا بعد شوي. بس بدي ركز شغلي ساشا على قصة وقت زيادة الوزن. بدنا ننتبه انه كمان كثير بصير في زيادة وزن على منطقة البطن، هيدا كمان ناتج من وراء الاستروجين يلي بغير توزيع الدهون وين بيتراكموا بالجسم. فهلا في السبكوتانيوس فات اللي بيبقى تحت البشرة، هون دكتور نادر بحل لنا اياها تجميليا. بس كمان في الفيسر الفات اللي بيكون محاوط الاورجنز، هيدا اللي فيه خطوره يلي ممكن يعمل كمان مشاكل وكل هالتفاصيل صحيه. صحيح. رح ندخل بتفاصيل موضوعك بعد شوي هلا، ولكن قبل بدي اروح لعند دلال كنج لشوف وين صارت بالوصفه لليوم. يلا هلو دلال، عن جديد. كيفك ساشا؟ منيحة أنت؟ منيحة وأنت؟ تمام تمام، مشتاقة لك. أنا أكثر كمان. وين صرنا؟ بدنا بس نخبر مشاهدين ساشا على العجينة المالحة تبع التار.
اليوم عم نحكي على كوبين ونص من الطحين، بدنا نضيف لهم كوب من الحليب السائل وبدنا نضيف كوب من الزبده، رشه من الملح، كل هذا الخليط بدنا ندعكه بالايد، بدنا نغطيه بفوطه المطبخ او حيلا ورقه نايلون، بدنا نوضعه على جنب لمده ساعه لتتخمر العجينه. بعد ساعة منجيب أكيد قوالب الطرف، يعني اشتغل كبير صغير مثل ما نحن بنحب أكيد. شو بنعمل؟ بنمد العجينة، بنوضع العجينة النية بقالب الطرف، بنشككها ومنغطيها مثل ما هون عم يشوفوا المشاهدين بحمص الحب الني. ليه الحمص الحب الني؟ لأنه بدنا نتقل الجوانب، أوكي؟ ما بنخلي العجينة ترفخ بالنص وما بنخلي الجوانب يقشطوا، هيك تيكونوا كلهم متساويين. أوكي. شو بنعمل؟ بدنا نحمي الفرن 180 درجة لمدة 10 دقائق، وبعد 10 دقائق بدنا نوضع العجينة مثل ما هون عم نشوفها بقلب الفرن لمدة 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة بنطلع التارت من الفرن، بناخذ بتكون انخبزت اوريدي اكيد التارت. بتكون انخبزت خبزة كاملة. هلا كمان صار شايفين عم نعمل شغلة، فينا نوضع العجينة 10 دقائق بقلب الفرن، بعد 10 دقائق نشيل الحمص، بس هيك يمكن بدها تصير لبكة شوي على المشاهدين تا تستوي كلها سوا، بس كمان هيك تستوي ب 20 دقيقة. أوكي. لكن شلنا العجينة المخبوزة الكاملة، شلنا الحمص الحب، بدنا نوضعه على جنب لنستخدمه لمدة 20 ل 30 مرة، ما بنكبه أبدا، كل ما بنوضع بنشتغل تارت مالحة أو حلوة مثل ما فينا نستخدمه على الأكل. أوكي. هلا خلصت عجنتنا، هلا أنا بعد ما خلصت ساشا لأني حنا بعدهم بالفرن، شو بدنا نعمل؟ اليوم عم نحكي على وقية ونص من الزيتون الأسود، أكيد عم بحكي على زيتون بلا عجوة، بدنا نضيف له 3 ملاعق من زيت الزيتون وبدنا نطحنه تيطلع عنا مثل ما هون عم بتشوفي زيتون مطحون. هيدا زيتون فينا نوضعه بالبراد وناكله، نوضعه مع الجبنة أو مع حيلا شيء، مش بس مع وصفتنا بيعطي نكهة طيبة. أوكي. هون عم نحكي على 400 لنص كيلو من الشانكليش. فينا نختار الشانكليش الحار ولا لا؟ أنا بشتغل بالحلو، يمكن العالم الحلو مع الحار. ايه بالضبط. اوكي هلا هون ذوق، يلي بحب الحار اكيد فيه يستخدمه، ويلي ما بحب الشنكليش فيه يستبدل بحيلا نوع من الجبنه. اوكي عم نحكي على مثل ما قلنا 400 ل 500 جرام من الشنكليش، فتفتناه هون، ضفنا لهم 3 روس من البندوره الحمراء يلي قطعناها صغير، ضفناهم على الخليط، رجعنا عم نحكي على بصله كمان فرمناها صغير وضفناها على خليط الشنكليش والبندورة. ما بدنا ننسى ضفنا 3 ملاعق من زيت الزيتون يلي بده يشرب بيعطي نكهة شوي كمان، وبترى رشة من الملح. هون فينا نوضع الزعتر الأخضر أو فينا مثل ما هلأ أنا اشتغلت حخبر المشاهدين. شو بدنا نعمل؟ دعكنا كل الخليط، رجعنا مثل ما هون عم بيشوفوا نعمل بولات صغيرة، نعمل دبول صغار. أوكي على اخر شيء بشوفه كيف. شو بنعمل؟ او بنرش عليهم شويه زعتر يابس او بيطلع كمان طيب، او فينا نقصقص شويه زعتر اخضر. أوكي. بس ليه انا بفضل اليابس؟ لانه الاخضر بيسود، اذا غسلناه هيك بده يسود، بقى اليابس بضاين اكثر اكيد. هيدي هي وصفتنا تبع التارت، لكن أوكي. وضعنا الزيتون، وشو بدنا نعمل؟ بدنا نجيب الشانكليش نزينهم هيك وحدة حد التانية. أكيد فينا نشتغلها على كبير. أوكي. وحدة حد التانية، ونرجع منرش عليهم الزعتر ومن أندرون. رح نتابع لكن مع كده دلال كل شوي نشوف وين صرنا بتحضير هالتات من الشانكليش. Thank you دلال. Thank you لأليك. نشوفك بعد شوي. منكفي كمان موضوعنا الغذائي مع هلا عقيق، منروح لعندك نانسي. انا بقول دكتور نادر مشغول عم بيشوف شو عم بيجي رسائل على الايميل الخاص فيه صح؟ ايوه ايه لحقت تجاوب؟ يعني كثير العالم بيصير عندهم فضول، بدهم يعرفوا شو في تقنيات جديده. نعم. شو العمليات بتعرفي بالتجميل، على طول بيحبوا يسالوا. نادر صعب nadersaab.com. اوكي كل الاسئله لكن يلي حابين او اي موضوع حابين يستفسروا عنه فيني يبعثوا لك ايميل على الويب سايت الخاص فيك، والاسبوع الجاي بتجاوب عن بعض الاسئله ومن بيناتهم بليز تقنيه تنحيف الارداف. اكيد خلاص ما تنسى. ويمكن بعد عم نحضر حالي هيك انه نجي عند ارداف كبار، رح نعمل لها كل شيء لايف ويصوروها ونعرضها على النقلات، حيشوفوا الفرق كيف كان قبل وبعد،
وهون حنتطرق الى حقن كمان البوتوكس بالمعده لحتى نكون عملنا الليزر لازاله الدهن بالارداف وحقن البوتوكس بالمعده، وبتصير تدوب، بتصير تضعف بشكل عن جد مذهل. يعني يعني يا للصبية او السيدة يلي رح تقعد تحت ايديك رح تطلع هيك غير شك انا رح اعمل. يعني هو التطور حتى بالمناخير كله صار بينعمل بالليزر، يعني هو التطور كثير مهم، وبيصير العالم انه تقدر تتقبل العمليات بشكل بسيط. ندى 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 من حياتي. هلا ثروت، هلا ندخل بموضوعك، وبداية بأي عمر بتبلش بتبدأ ظواهر انقطاع الطمث عند المرأة؟ عادة بأواخر الثلاثينات ببلش ينخفض يعني مستوى البروجستيرون والأستروجين. اوكي. بضل بصير نحن بفترة البريمينوبوز يعني بالأربعينات لا يوصل للخمسينات كمعدل عام تيصير في انقطاع الميعاد. نعم. فبيكون بهيدي الفترة قبل المينوبوز بصير في الدورة الشهرية، بصير تجي مرتين كل شهرين مرة أو كل أربعة أشهر مرة، بتصير تخف يعني، بتصير تخف تدريجيا تنقطع، يصير لها سنة ساعتها بنصير نعتبر حالنا فتنا بفاز المينوبوز. اوكي. وبهالفترة شو بيكون عم بيصير بجسم المرأة؟ صحيح، العوارض اللي ممكن بتحس فيها الهبات السخنة، يعني بتصير تحس حالها كتير مشوبة، بيصير في مشاكل بالنوم، بضل الاضطرابات بالنوم، التعرق بفترة الليل كمان، الوزن الزايد مثل ما قلنا خاصة على منطقة البطن، تقلب بالمزاج كمان عند السيدة بيصير فيه، هيدول كلهم عوارض بتحس فيهم بفترة البريمينوبوز وبتمتد يعني للمينوبوز يعني. اوكي، جبتي لنا مجموعة من الصور، خلينا تلاقي حلول لكل هالمضاعفات. بس عن جد يعني اللي سميها سن اليأس قديشه انه ذكي، لانه فعلا هيدا سن اليأس عند المرأة، يعني سوري بس مضطر اقولها لانه قديش بغير بحياتها. انا قلت لا حيقول انه ما تخافوا مثلا انه في حلول. لا اكيد انت الحلول عندك وعند الدكتور. انت مطوله وما حتوصلي له. بس دكتور لا عن جد مرات بيعطوا حبوب، ما بعرف بيعطوا تريتمنتس، انت بتنصح فيهم او لا؟ اكيد اكيد اوف كورس، انه في كثير اشياء تعمليها وراح. هلا انت بعد بكير بس انه ما حتوصلي له. كل ما نحن كل ما انا بعرفك ما حتظلي. ما رح خلص بدي هول الحبوب اللي بيشتغلوا من جوا الحبر شباكيه. الله يخليك. طيب بنبلش معك. اوكي، لكن بننتقل على اول صوره. مثل ما قلنا نحن المضاعفات اللي بتصير بهالمرحله هي الريسك انه يصير عندنا مشاكل بالقلب. فاول نقطه لازم يكون وجود الاوميجا 3، نتناول الاسماك مرتين بالاسبوع، وإذا ما كان عم يتوفر هيدا الشيء بغذائنا لازم نستشير الطبيب كرمال تناخد بركة حبوب الأوميغا 3. فهيدا بتكون حل من الحلول يلي هو بيصير إجباري بهالمرحلة إنه ما نطنش عن فكرة الأوميغا 3. تاني صورة يلي منشوفها. أوكي. هي الرياضة. نعم، الرياضة كتير مهمة. أول شيء بما أنه بيصير في مود تشينج، بيصير في عندها تقلب بالمزاج، بنعرف الرياضة أنه بتزيد الاندورفينز يلي هن الهابي هورمونز، وبتخفف الكورتيزول يلي هو الهرمون الخاص بالستريس يعني، بالتالي بنحسن المزاج تبعنا. وبس نخفض الوزن كمان بنكون عم نساعد أنه نخفف الهبات السخنة اللي بتحكمها على السيدة. أوكي. وكمان بنكون عم نساعد أنه نتفادى ندوب هالدهون يلي هي بتكون مجمعة عنا وبتسبب لنا المشاكل الصحيه. اوكي، الثالث صوره يلي هي تناول الكالسيوم يلي كمان حكينا عنه، لازم نكون عم نأمل لجسمنا 1200 ملي جرام بما يعادل كبايه حليب، كبايه لبن بالنهار، الاجبان القلبين، يعني يكون في حصتين كالسيوم خلال النهار يلي هن اقوى مصدر للكالسيوم هو من خلال اللبن او الحليب، لازم يكونوا موجودين. وفي حال ما كانوا عم ينوجدوا كمان نشوف ممكن ناخذ حبوب ممكن. صحيح مضبوط، بهالفترة يدعمونا. بكل الحالات بياخذوا لازم السيدة تلجأ للكالسيوم كحبوب دكتور ولا لا بحالات معينة؟ لا بحالات معينة أكيد، كل ما بنقدر ناخذ هالأبور كله هالإنتاج بطريقة يعني من خلال الأغذية العادية بقى بيكون أفضل، والأبسوربشن تبعهم بتكون أفضل، لانه كثره الكالسيوم اوقات كمان ما منيحه، لانه اذا في عندنا اي بروبلم الكين بالباراتايرويد جلاند ولا كله بيؤدي لك الى او بدوب لك العظم اذا ما عندك
كالسيوم كفايه بالدم بيصير ياخذه من العظم أوكي. وبالتالي بتصير الانسان ينكسر بسرعه او بتقدر تزيد لك كميه العظم كميه الكالسيوم بالجسم اذا كان الباراتيرويد هرمون كثير عالي. كرمال هيك انا بفضل انه تبلش بالكالسيوم، لكن عند بعض الناس اللي ما بيتعرضوا كثير للشمس وما عندهم ابسوربشن مزبوط ولا ما عندهم الابور الكافي من الكالسيوم هون بنعطيهم حتى لازم كمان نركز كمان على الفيتامين دي يلي هو بيساعد على الابسوربشن يلي كان عم نكون عندنا كثير مشكله فيه بالميديتيريان هون اريا مع الشمس موجوده مع انه نحن بلد شمالي صحيح فلازم ننتبه لهن. اوكي الصوره اللي بعدها لنشوف اذا بنتابع كمان مشكله النفخه كمان بتعاني منها السيده بهيدي المرحله. العلاج لها هو اكيد نخفف الماكولات الغنيه بالاملاح والبروسيس كربوهيدرات مثل الحلويات الكيك القصص كلها فيها بروسيسد كاربز. حتى لو كان اكل صحي كمان مثل اوقات البروكولي او التفاح ممكن كمان يعمل نفخه عند بعض السيدات، فعليها هي تقفر شو اللي عم بيسبب لها النفخه وتتفادي كرمال حالها يعني خلال هالفتره. اوكي والصوره اللي بعدها هي الصوي برودكتس كمان يلي هن عندهم دور اساسي كثير انه يخففوا الهبات السخنه يلي بتصير عند السيده. في دراسات كانت بتقول انه ممكن تسبب كانسر، هيدي انعملت اذا كانت عم ينعطيهم دوز كثير كبير للسيدات، فبس كانوا اذا عم ياخذوها بطريقه نورمال بالعكس بتفيدهم وما بتضرهم. اوكي واذا منتابع بنشوف هيدي الصوره هو انه نلتجئ للمشروبات البارده، لانه عاده كمان اللي بيزيد هالهوت فلاشز عند السيده هو المشروبات السخنه. يعني نحن وقت عندنا ابيتيود نشرب القهوه او الشاي فنبتعد. انا بسمع هلا بيقولوا انه الشاي هو مشروب ببورد مش بشوب، هو فكره يعني الكافيين والسبايسي فودز وكل القصص السخنه ممكن تزيد لهم الهبات. اوكي فافضل ياخذوها مسقعه دي كافينيتد بتكون اضبط من تكون سخنه وفيها الكافيين كمان. ومننتقل كمان للصوره اللي بعدها يلي هي بالاجمال انه الواحد يكون عم يتبع نمط حياه صحي، نركز على الكميه والنوعيه. ما نفكر انه المراه بهيدي المرحله لا صعب كثير تنزل وزن مثل ما عم نسمع دائما من السيدات، بالعكس اذا انتبهت على كميه اكلها نوعيه اكلها نظمت الرياضه بتقدر تنزل بكل سهوله وتحمي حالها من هالفات اللي عم بجمع على هالمنطقه ويكون عم بشكل لها ريسك لامراض قلب وسكري وكل هال. اوكي بعد في شيء بتحب تضيف البدي ديفو؟ كمان فينا نعطي نصيحه عن كمان نوع الاكسرسايز يلي هو مش بس يركزوا كمان كارديو، الكارديو نحن بننصح بالانترفلز، انترفل يعني هو يشتغلوا على ريت عالي يرجعوا يخففوا ريت عالي يرجعوا يخففوا، هيدا الشيء بيساعدهم يحرقوا كالوريز اكثر بوقت اقل وبيساعدهم يضلهم يحرقوا حتى من بعد ما يخلصوا الورك اب تبعهم. يركزوا على السترينث تريننج كمان لانه بهيدي المرحله بيصيروا يخسروا العضل ويجمعوا دهون اكثر بجسمهم، فبالتالي عليهم يركزوا كمان على السترينث تريننج تيحافظوا على العضل وكمان الاكزرسيسات اللي بتشتغلهم على الكور. رح نتطرق بعد شوي لهالموضوع مع ترينر وطفه الحاج ورح تكوني موجوده معنا. تفضل دكتور. تفضل لا بدي ركز على شغله. حدا يتحمس هيك بدي ركز على شغله كثير مهمه. وقت ما بيوقف الاستروجين حكينا عن فتره السن الياس، لكن ما بدنا ننسى فتره الحمل عند السيدات وقت ما بيكونوا عند الحوامل بيوقف كمان الاستروجين يلي هي فترة شبيهة إلى حد ما بفترة سن اليأس. هون بس توقف الاستروجين منلاقي جسم السيدة قبل الولادة وبعد الولادة منلاقي صار في تغيرات وبيصير في تراكمات دهنية بمناطق معينة أكين على اللاف هاندلز أو على اللاترال تاي، منلاقي تغير تركيبة الجسم تبعها صارت مجمعين هالدهنات يلي هني سبب عدم وجود الاستروجين هو اللي بيخلي هالتراكمات الدهنيه تصير. كرمال هيك بقول انا الحفاظ على جسم اي سيده بعد الولادات منه غلط اذا قدرنا تخلصنا من هالسلوليت اللي صار موجود لو لجأنا الى استئصاله بالليزر او تدويبه بالليزر لحتى نقدر نحافظ على خصر ممشوق او الكيرفز السيلويت تبع الجسم، لانه السيده بتكون ببدايه عمرها بتلاقي اخترب جسمها لانه صارت مره حامل يلي هيدا كثير غلط. فينا نقدر نحافظ على جسم السيدات لو حبلت باشياء بسيطه لحتى تقدر تحبل مره وثانيه وثالثه. انا بقول دكتور تنطر للاخر
بعد مره. ما هو هيدا الغلط اللي بيصير، لانه هون بيصير في تراهلات كثيره وما بيعود يصح تزبط الامور مثل ما لازم. اكيد كل سيده بتتمنى انه تحافظ على جسمها وعلى وجهها، وانا بقول انه السيدة هي ضحية أولادها، بقدر ما بتجيب أولاد بقدر ما بتكون هي الضحية وبيخرب جسمها أكثر، خاصة صدرها وبطنها والمناطق الأرداف وهيك. بقى يمكن قليل من الوقاية خير من إنه بعدين تلجأ لقص ولا، وفي أشياء ما بتعود تزبط لأنه كثرة التشققات بجسم المرأة ما إلهن علاج إلا بمنطقة البطن من خلال شد البطن يلي هي صارت كمان عملية كثير سهلة. وكل مسألة من عمر صغير لازم تهتم بحالها، لأنه بتوصل لعمر كبير هيك بعدها محافظة على شبابها مع وجود كل هالتقنيات الجديدة، ما بقى في شيء مستحيل. بدي أقوله نانسي إنه لازم كمان الست تنتبه إنه ما تترك حالها كمان كثير تفلش فترة الحبل، يعني أكيد. في وزن معين المفروض ما تتخطيه كمان تما نوصل لهالمشاكل. لازم نبقى بعدين هيك فقرة خاصة عن هالموضوع. هلا رح تضلك موجودة معنا بعد شوي، رح تنضم لنا المدربة الرياضية وطفة الحج لنحكي كمان عن بعض التمارين. دكتور مرسي، يعني انا ما كثير على بالي ودعك، بس انه شو بدي اعمل؟ بنحبك يا نانسي. وانا كمان كثير بحبك. ثانك يو دكتور، بنشوفك الاسبوع الجاي اذا الله راد. هلا رح ننتقل عند ساشا الموجوده بالميك اب روم. جنون القصات والالوان دائما مع مزين الشعر نيكولا بخازي، من اسبوع لاسبوع موضوع جديد بعالم تصفيف الشعر. اهلا وسهلا فيك نيكولا. هاي ساشا، كيفك؟ تفضل. وبعدني وعدتك اقطع لعندك على الصالون، نقعد جلسه حلوه، المشط حلو، نغير شوي، نرتاح، ندلل، شو اخبارك؟ الحمد لله الحمد لله. تمام. هالاسبوع اليوم اخترت تحكي شوي عن قصات الشعر، شو دارج نيكولا هلا؟ وصلنا باخر الموسم. هلا نحن كل بنوت او كل ست نعطيها ستايل تبعها، بتلبق لها تسريحه معينه، هو اللي بيلبق لها لوجهها. اوكي. اللي كثير مهم انه نشتغل على التكستير تبع شعرها. عندنا شعر ايام فريزي كثير، ايام مستعجي، ايام نحن بنستفيد شو المشكله يعني. اليوم ماريا اللي هي شعرها كثير كيرلي عملنا لها كريستال، رخينا لها شعرها. ماريا شعرها كيرلي. مش كيرلي. هاي هي نوعية لا شعرها؟ لا لا مش هاي هي. كيرلي افريكان كثير كيرلي. لا لا لا، عادي في تعجي بس نستفيد نحن من القصة. اوكي. ولا تصير تلبق لها اكثر ما تعذبها. بنخلي شوي كمان التعجي ورا. يعني حتى وقت ما ننقص نعطي هالستايل الحلو. فوليوم. نعطي هالشكل الحلو للوجه، يكون عندنا فوليوم من هون وليس من هون لحتى ما يعذبها. حتى اذا وقت بتاخذ السشوار وبتنشف شعراتها بطريقه حلوه بيطلع ناتشورال. هول هني بس. أوكي. الفكره انه غيرنا لها اللون شعراتها شوي، كان شعرها شوي غامي، رجعنا فتحناه شوي، ركزنا اللون، عملنا دي كانه في خصه الفاتحه من تحت الشعر. عملنا شوي على الطرف الشعر كله فاتح، البس من قدام. هو الفكره ساشا اني قبل ما نبلش ننقص او قبل ما نلون نعرف شو بدنا. يعني اليوم احنا في عنا كتالوجات، في عنا سوشيال ميديا، ومنه كثير مهم انه نقدر نقنع الكليان تقدر تقص شعراتها اللي بيلبق لها. في ناس كثير طوال ما فينا نقص لهم كثير قصير، بس ماريا هي حجمها صغير، اذا قصت قصير بيلبق لها، لانه اذا شعر اطول من كتفها بكلها من شكلها. بقى كثير مهم انه نشتغل على الفيزاجيست. معك حق، القصه اللون بيلعب دور كله باطلاله السيده وشو بيلبق لها. هلا شو رح تقص؟ قصير اكيد. اوكي. هلا رح مش نعمل قص كثير قصير. هلا فتحنا هولي مثل ما هلا كنت عم بحكي انا وياكي، هول الطوال بنجرب نستفيد منهم، لانه هي شعراتها اوريدي قصار من قدام، نحن بدنا نستفيد منه. شو بنعمل؟ بنرجع بناخذ الغره بنشطبها بصير عندنا طول. هلا بنعمها من هون شوي، بناخذ الغره الطول. بس الحلو هون اذا بنجي نحن نستفيد نعمل بومبي بنص الراس، نرجع نخسره 90 درجة. أوكي. هون بيعطي الشكل الحلو. طيب بظرف 5 دقائق نحن نخلص القصة. فينا هلا التسريحة رح نشوفها بعد البريك، يعني كيف رح تصير بعد البراشين. اوكي. بس نحن قلنا 5 دقائق، نحن كنا كثير معودين على كثير اشياء نحن وياكم سوا، انه نحن بضربة مقص وحدة بنغير الست. شو بكره القص؟ بس ما بعرف ايش كلكم بتخافوا من القصة، شفتيها؟ اللي هي اذا بننتبه كيف خسورنا صارت هيدا قصيرة وهول طوال. اللي هي كثير سمبل بالقص. يعني الست بدك تكون قلبها قوي. ايه لا تتجرأ تغير اللون، يقدر يعطيها ستايل دغري. نحن وقت تعلمنا باوروبا ساشا تعلمنا على كيف دغري تعطي اللوك للمرأة،
مش تعمل شبرماش وهيك رح اعمل لك وهيك رح اعمل لك تفرجيها الصوره يعني والفكره اذا بدك تيجي لحتى تعمل ماش برماش في محلات بعض الاشخاص بيضيعوا يعني بصير تتاثر الغسله كذا مره هون شو صار عندنا هلا رامي بونجور شفتي هلا هون تقريبا عندنا الورق كله خلص اوكي ومنا بذات الوقت هلا ماريا خايفه انه شعرات ما يعودوا يطولوا اذا هيك وخايفه ممنوع لا 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 هي شرط بدي بالصالون انه ما يجوا هون الفكره هلا شو بنعمل هون ها قادر نستفيد بكل الادمنيات الطوال بلش ناخذهم لنص الراس ولا ورا هذه الفكره طب هلا بهالموسم يعني بلشنا نخلص موسم الصيف ايه؟ القصات الدارجه هي القصيره ولا الطويله كموضة حسب ما تكون كل كليون شو العمل تبعها لا شو اللي بيبقى لها وشو عملها ممكن اذا بنت جامعه ما عندها وقت كثير على بكره تعمل شعراتها بتروح وان ستاب عند الكوافير مره واحده مثل اجت لعنا بتغير بلون شعرها وبتعمل كريستال لشعراتها اذا كيرلي وهي هي الفكره بس الحلو انه هون تبعت كيف هلسي الشعر هذا شعر كان كثير تعبان طب الكريستال هو هالتريتمنت لمين تنصح فيه؟ لكل سيده ما عنده مشكله باي شيء بس الكريستال شو الحلو؟ حلو انه دائما بنقول كل جمعه عندكم نحن بنتحكم فيه، يعني اذا الست هي بدها شعرها يضل في طعجه هو ممكن يغلف لها اياهم. اوكي. بس الفكره الحلوه دائما انه بالكريستال وبالكراتين هو الكراتين اللي هو دير هو اللي بينزل ستار، الكريستال اخف شوي، الكراكات اللي هو بيعمل فوليوم للشعره كل شيء. بحكي لنا على تريتمنت ثاني اللي هو اذا الست بدها تحافظ عليه كل جمعه بنقول عندكم اذا بشعرها كيرلي بتقدر تضل شعرها كيرلي وبتقدر تاخذ الشعره بتصير قبيمية اكثر بتعشق اكثر للكريم ايه وبتبقى شوي طعجه الشعر يعني ما بتموت عرفت بين الشعر باهت او شيء بعد ما انا 2 مينتس نيكولا بعتقد انه نحن خلصنا صرنا على الاخر صرنا خلصنا القصه وهلا اكيد نرجع هون كنت رح تفك للغره على جنب هيك ايه اكيد لانه دائما غره الجنب والاثنين طوال مش حلوين كثير بالنص خاصه اذا بكون عنا وبيحموا الوجه يعني مش بينا بينبق له غره على جنب طلع بوجهها لماريا وجهها صغير ايه؟ شو ما عملنا له بيحمل بيلبق له بس هون عنا جبين كثير ضيق على فوق الحاجه ما فينا نقصر كثير الغره رح تمضل على وجهها شو بنعمل مثل ما حكيت لك هلا قبل شوي بنناعم هيدي شوي صغيره وبنخسفر هون يعني من وقت بنخسفر هون نضرب مقصنا هيك دغري حتى ناخذ هالطول هالزاويه يعني من قدام ما قصرت ابدا ما حتى من ورا مقبول يعني نوعا ما قد ما فينا انه نستفيد لانه ما عندنا طول كفايه بس شو صار عندنا؟ صار عندنا كثير شكل حلو فينا بعد ال او بدنا نحكي شيء هلا على الهواء بعد الاشخاص بنقص الشعر دغري نحن لا بفضل ناخذها اذا هون ناخذ هيك زيكزاك واخذناها شو صار عندنا؟ صار عندنا مثل الهرم اذا بتنتبهي هون ساشا راسينا وهيدا على البراشنج بيعطي فوليوم هيدا ايه اذا قصينا بهالطريقه هون شو صار؟ صار عندنا كل شعره اللي هي كل شعره صار عندنا اياها هون بتفوت مثل الرصور بقلب الشعر بتصير اذا نشفتيها بتصير تساعدنا هلا هو نزليها هيك بيطلع مثل الاسانسور بصير يفوتوا بقلب الراس شو بتعمل هي الست؟ الست واقفه على بكره على المرايه طلعت شعراتها بتعمل هيك بيطلع بيعمل فوليوم بدل ماشي اوكي شو صار عندنا؟ يعني متخيل القصه قد ايه بتطلع حلوه على البراشنج هلا بدها تبين والالوان كمان اللي لعبت باللون شوي فتحت ليعطي حياه طيب ايه؟ رح نشوف الموديل القصه بعد البريك بتكون نشفت الشعر واخذت وقتك شوي مش كثير شوي اوكي طيب اشتغلوا مجدكم على الهواء طيب بنشوفك بعد هالفاصل نيكولان شوف كيف صارت التسريحه يلا فاصل قصير ومنتابع خليكم رفقتنا ما بتتخيلوا على البريك كيف كان الشغل بالميك اب روم سيشوارين بس لننشف شعر الموديل معنا ونشف بسرعه على السريع نشف بسرعه ايه هذه الفكره هلا بلشنا بالتسريحه ايه بلشنا بدو شيء نحن اوريدي لانه عاملين كريستال اخذنا النتيجه ريزلتا لحتى بعد الشعر مثل ما شفنا ساشا هون على الكاميرا مطعوج شوي هو صغيره هذا الا عنه نحن انه هذا الفوليوم اللي بتاخذه بالست
الخصل او الست او بنت الجامعه. يعني هاي الفكره، فكره دائما القص هو تكنيك لكل سيده اللي هو بتكون مميزه انت فيه بهالمهنه، اللي هو كل دور بتاخذي فيه. في بعض الاشخاص بحسوا حالهم بالقص، في بعض الاشخاص بحسوا حالهم بالشينيو، بس هيدي نعمه اذا الله عطيك كل شيء مثل ما نحن، اللي هو اكبر امتحان معكم انتوا بالاي بي سي هون، امتحان على الهواء الشينيو والبريك بدك تخلص. ايه بقى هيدي، لا انا بحب هالاكسبيرينس، انه هالاكسبيرينس على طول. اصلا بتعرف نيكولا معودين يعني بمسابقات الجمال ما كان يكون في كتير وقت باك ستيج. مزبوط هيك كنا عم نحكي انا ونيكولا، يعني تعملوا اجمل تصريحات بظرف ماشي، يا بتعملي كونتريات على دي او دقيقتين لتطلع العارضه، ايه مش هين يعني. بس الفكره حلوه مثل ما شفنا هلا هون، واعطيناهم كثير ناتورال، ما اشتغلنا كثير. يعني هلا في بعض الناس بيقولوا مثلا شو الحلو؟ الحلو انه مثل ما شفنا هون الالوان، الوان على كل طرف الشعر من قدام. اوكي. ايه هيك عطوا حياة شوي للشعر. ايه شوي صغيرة. بس الفكرة الحلو بالفار هوني انك دايما تعمل شوي بومبي لهالشعرة. لهذا خاصة أول جمعة من الكريستال ممكن يكون عندي إياه شوي هيك شوي مش ميت الشعر، بكون مش أخذ محله كتير، لأن هذا الشعر عم تغيري له حياته. هالفكرة. بس بدنا نستأذن منك بس لحظة لنعمل بس هيك لترجي للناس كل شعر. هذا الفاشن لوك اللي بتشوفيه على البوديوم. حلو وهيك على السريع. والبقلة حبيتي؟ لا بدك تضحكي يا ماريا، بتقول ايه اكيد حبيتي. لا عن جد البقلة حلو. هاي الفكرة لانه دايما عملنا هالفينيشينج لحلو. هلا ما بتجرأ مثلك قص بس انه نبقلك. بس الفكرة انه هلا هي الفوت القص اللي اخذت لها من كل هذا شكل. حلو. شفتي شو استفدنا؟ أيوه. استفدنا بالغره، والغره كمان عطت جمال للتسريحه. والفكره هون لعنا الفوليوم بنص الراس ورا، لان ما اخذوا معنا كثير شيء. أيوه. ما اخذها معنا كثير وقت، وهالستايل عطيناه من نص الشعره. انا دائما بقول لهم من نص الخد وبالنازل كثير مهم انك تلوني، لان يعني بعض الاشخاص عندهم لون عيونهم، لون حواجبهم، اذا فتحتي لهم بياخذهم الاكلام من وجههم. بقى هون قصة هي تقريبا عيونها صغار، مش لازم نفتح لها كتير كتير. ايه. خلي الشعر تبع الكولور تبع المارون. ايه. انا بسميه دايما في اثنين مارون شوكولا، يعني مارون شوكولا حلو والام بني والمر. نحن بنشتغل بين اثنين، يعني بنعمل ميلانج اللي هو على طول بدف الوجه، بيعطيه دفى كان بالصيف او كان بالشتاء. يعني تسريحه غير شكل نيكولا مثل كل اسبوع. الاسبوع الجاي شو راح نشوف؟ يمكن اكيد رح نرفع، نرجع شوي نرفع. ايه؟ ايه. هلا بدنا نقص لك اللي خلص. ثانك يو نيكولا، ميرسي كثير لك، شكرا على التصريحه الحلوه، وبنشوفها كمان نكست ويك رامي. ثانك يو وميرسي لك ماريا. يلا رح نتابع بفقراتنا، واليوم حلقتنا عن الجمال والتجميل، وبنروح لعندك نانسي وانا بنضم لكم بعد شوي. تاشا رح نتابع بنفس الموضوع يلي طرحته اختصاصية التغذية هلا عقيقة عن انقطاع الطمس عند المرأة، ورح تنضم لنا هلا المدربة الرياضية وطفة الحاج. أهلا وطفة. هاي نانسي، شو أخبارك؟ صباح اشتقتلك. أيوة أنا بالأسف كثير كثير. كيف الصيفية؟ عجقة ما هي؟ منيحة عجقة. يعطيك ألف عافية. وطفة، الجسم بهالمرحلة بالذات كيف بيتغير؟ وهل بتلاحظي هالتغير عند الصبايا أو السيدات يلي بتمرنوا عندك؟ اكيد اللي بيكون عم بيعمل سبور قبل ما يبلش بمرحله المينوبوز ما بحس بالتغيير يلي بتحسه المدام يلي ما بتعمل سبور. نعم. لانه بتكون اوريدي عم تعمل بوستنج للميتابوليزم تبعها، وعم تشتغل على الماس مسكولير تزيد الميتابوليزم كمان تبعها، وعم تعمل ساعه رياضه كل يوم، سو هذا الشيء بخليها تقطع المرحله بطريقه سليمه اكثر، يعني ما بتحس بالعبئات، ما بتحس بالوزن اللي عم تاخده، ما بتحس باللي بتحسه المره يلي اوريدي ما بتعمل سبور نهائيا وانجبرت تبلش بمرحلة المينوبوز. وأي منطقة أكثر شيء بتتأثر؟ هلا المشكلة بالفات إنه بالمبدأ بحب يجمع بالمحل اللي هو بده إياه، بس أكثر محل بتتأثر فيه المرأة هو مشكلة البطن والخواصر والأرداف، هو الثلاث محلات يلي بجمع فيهم الفات.
طيب وهون بتخف همتها شوي للمرأة، بصير في يمكن شوية هيك كسل بتحس وتعب؟ مش عند الكل، برجع بذكر انه اللي كانوا يعملوا سبور يلي هن ديلي سبورتيف يعني بيعملوا كل يوم ساعة، لا ما بحسوا بهذا الشيء، يلي ما بيعملوا ايه اكيد بصير في عندهم عوارض كثير، عبقات، فاتيج، ستريس، المود تبعهم بيتغير، بحسوا حالهم غير حدا، يعني عم بيقطعوا من مرحلة لمرحلة. غذائيا هلا شو لازم تاخذ المرة لما تحس بهالتعب هيدا؟ يعني لازم تاكل تكثر انواع اكل، تركيز دائما بيكون على الخضار، الفواكه، تبتعد عن المقالي، المعجنات، القصص الدهون المشبعه، يكون أوكي. لايت وخفيف، تنتبه على البورشن سايز كثير تبعها لانه بتصير مثل ما قلنا بهالفتره اصعب انه تحرق لانه بالتالي لانه بتكون عم تخسر عضل كمان، فتنتبه مثل ما قلنا حتى على الكونتيتي. شو اللي بيعطيها بوست انرجي اذا بدها؟ اللي بيعطيها كانرجي اللي بتعوزه اذا بتعمل سبور هو الكاربس، بيعطوا انرجي، الفروتس كمان بيعطوا كيك اوف انرجي، الناتس، اوت، صحيح، هول مهمين كسناكس قبل السبور، وحتى فنجان قهوه كافيين يعني فنجان اسبريسو او قهوه تركي قبل ساعه سبور بتساعدها كثير حتى تكون تحس انه الانرجي تبعها مثل قبل ما خفت او ما قلت. طب في وقت محدد خلال النهار وقفة تنصحوا فيه سيدة بهالعمر تمارس الرياضة مثلا صبح بكير بهول السناكس تاخذهم قبل وقت الرياضة؟ لا لأنه في منهم بيشتغلوا تما يوقفوا ما في مشكلة يعملوا سبور بعد الظهر، يلي ما بتشتغل أغلبية بيعملوا سبور قبل الظهر، بس مهم تعملها هالساعة ما تقفيها، واكيد سناكس بيساعدوها تو بوست الانرجي، يعني فيها تاخذ موزه، فيها مغنيزيوم كثير منيحه، مثل ما قلنا روناتس مع يوغرت لايت، فيها تاخذ اوت مع يوغرت، هول كلهم بيساعدوا حتى الانرجي تبعها تزيد بهالساعه. اها يعني مثل ما قلنا يعني السيده بهيدي المرحله ما بيختلف ابدا عن المرحله اللي قبل، عن المرحله اللي قبل، يعني نفس الارشادات اللي كنا نعطيهم اياها قبل هن زادوا بالطبق. اكيد. هلا في صبيه موجوده معك رح تقوم ببعض التمارين الرياضيه وتفسري لنا اكثر وطفه عن الحركات يلي رح تقوم فيهم. هلا رح تعمل هي كارديو، تبلش شوية وورم اب لانه كثير بنركز على الكارديو بهالمرحله تنخسر فات، وعلى المسل تريننج لانه هذا الشيء بخليها تطلع ماس مسكولار مش فوليوم حتى تبوست الميتابوليزم تبعها بالريست، يعني هي ما عم تعمل شيء نشتغل على هذا الموضوع. هلا هون هالتمارين يعتبروا تحمي وورم اب، هذا وورم اب لانه لازم نعمل دقيقه وورم اب قبل ما نبلش او خمس دقائق حسب الوقت، هون عم تعمل جامبينج جاكس. هلا حسب عمر الليدي بنرجع بنقوله حسب اذا هي كانت اوريدي بتعمل سبور ولا لا، يعني اذا كانت بيجنر عندها اكزرسيسات، اذا كانت انترميديت، ولا اذا كانت ادفانس، بس كثير مهم مش تعمل كارديو ما تعمل تريننج المسل تريننج او بالعكس، لازم يكونوا اثنيناتهم مع بعض، يعني فيها تعمل ساعه فيها مسل ورك اوت مع كارديو، فيها تفصلهم 45 دقيقه ب 30 دقيقه. طب الكارديو قد ايه لازم يكون؟ فيها انا بفضل بهذا العمر 45 دقيقه لانه اذا ما كنت عامله قبل شيء منا اكتف تيبلش الجسم يحرق الفات بده 24 دقيقه، سو اذا وقفت على 30 بتكون بعدها باول مرحله الفات بيرنينج، مشان هيك بنزيدهم 15 دقيقه. اوكي بس اول شيء يمكن منا معوده المنا معوده شوي شوي. شوي 30 دقيقه من 25 30 دقيقه بكونوا منيح يوميا بترجع بعدين بتزيدهم اكيد. اوكي هون عم تعمل بايسبس، عم نشتغل على الويت على الابر بادي، من بعدهم رح ترجع تفوت شولدر بريس، رح تعمل ابر ولور. كل حركه كم مره لازم تعملها؟ لازم نعمل كل شيء تروا فوا دوز، يعني نعمل سيركوي دو دوز ثلاث اكزرسيسات ومنعيد، كل اكزرسيس لوحده دوز او دو 15 ماكسيموم حسب الوزن. اوكي حسب الترهل. هون كم مره بالاسبوع لازم تعمل نوع رياضه؟ كل يوم. المرأة بفترة بمرحلة المينوبوز وقبل هالمرحلة لازم ساعة ونص يوميا او ساعة على القليلة، كثير مهمة لها، لأنه أنا زبونات اللي عندي اللي كانوا يعملوا سبور قبل المينوبوز قطعت مرحلة المينوبوز عندهم بطريقة جدا سليمة، ما حسوا لا بالعبقات ولا تجمع الفات على بطنهم ولا حسوا بهالفاتيجة اللي بحسوه بالأيام يعني المرض بالأيام العادية، بس كمان بده يكون في متابعة مع الأكل، يعني ما فينا نعمل ساعة ونص سبور نروح ناكل بيتزا. يا جعانة بده يكون أكل كثير صحي. أوكي هون هون عم تعمل اكزرسيس في ابر وفي معده شوي وفي شويه اجرين كومبينيشن لتكون فول بادي. هلا فيها تعمل سكوات او لانجز، كل ما نشتغل على فكره على اللور بارت من الجسم لانه هي اكبر عضله بالجسم، كل ما تقدر تبوست الميتابوليزم اسرع.
اوكي اوكي هون في هذا اللانجز بشتغل على كل الاجرين يعني في فاس اذا عندها وجع مثلا ركب لازم تنتبه على اكيد فيها تستعمل الماشينز هون عم نشتغل اشياء على الواقف ستاندينج يعني بالبيت فيها تعمل بالبيت فيها تعملهم بس اذا بتروح على الجيم فيها كوتشي تبعها او بيرسونال ترينر او فيها تستعمل الماشينز اوكي واذا عم تشتغلهم بالبوزيشن السليمه لا ما بتقدر كابه ابدا ولا ظهره اي هون سكوات هون كثير بنشتغل فيها على الارداف سكوات وعلى العضلات الاماميه من الفخذ بس الصبيه اللي معك قد ايه بتتمرن بالجمعة على الرسم كل يوم بتعمل ساعه بالصيفيه وبالشتاء لانه عندها مدرسه بتعمل معي ساعتين بالجمعه من هالعمر لازم نبلش صح من عمر صغير لازم حتى كمان الاهالي يعودوا اولادهم من عمر صغير يبلشوا يحبوا السبورت كمان بترجع للكوتش امرار الكوتش ما بتحبيه بتقعد تكفي عن جد يعني قد ايه بيشجعك وبيعطيك موتيفيشن مزبوط قد ايه انت بتكفي بالكورسز او بالسبور صح مزبوط بتصير تتحمس ايه لانه السبور منيحه لانه بتخلي الهرمونات يضلوا ماشيين بنفس السيستم لانه نحن بس نعمل مينوبوز مثل ما قالت هلا قبل شوي انه الاستروجين والبروجستيرون بخفوا كثير سو السبور بيعمل لها بوست للهرمونز للمود تبعها لكل شيء عم يعني بتحس حالها بتفش خلقها اكتف اكيد كمان. اكيد بتحس حالها اكتف اكثر بنهارها وبيعلي لها الميتابوليزم كل نهارها مش بس بهالساعه صح هلا قد بتعمل سبور انت بالجمعه؟ مرتين ثلاثه بعدك صغيره بعد ما بس منيح مرتين ثلاثه لا كثير منيح بتعمل كثير منيح مركز كنت على الكارديو لانه كنت اخر فتره هيك زدت شوي بس لازم ارجع اركز على السترينك وحتى في اكل وضحيات حتى بقولوا دايتيشن لازم تبقى كثير ضعيفه لا عرفتوا بالفيت يو هاف تو بي فيت مش سكيني ما بدنا ننسى ايه لانه صار في تايب يعني تيب رابع بالعالم اللي هن سكيني فات بيبل يعني بتبقى كثير ضعيفه بس جسمها مقلف بس من فات نحن هذا الشيء ما بهمنا بهمنا يكون الجسم في ميوسك ويكون فت يعني مش بس ضعيف صحيح هلا وقت انبسطنا كثير بحضوركم معنا ثانك يو فور اول ذا تيبس ثانك يو مش قدامك مريم مريم كفايه اوريدي عم نتساعد مع الصبح اه اوكي ثانك يو مريم ميرسي لكم كمان عن جد اهلا وسهلا متابعين نحن معكم ولكن بعد استراحه قصيره مع الاعلان وبعد البريك جميل ابتسامه وتقنيه كمان جديده رح نحكي معها مع ضيفنا دكتور اميد مدور خليكم برفقتنا متابعينا ببيروت وحلقتنا عنوانها العريض الجميل والتجميل وما بيكتمل الجمال الا بابتسامه مشعه من توقيع ضيفنا الاختصاصي بجراحه الفم وزراعه الاسنان دكتور اميل مدور اهلا وسهلا فيك دكتور مدور بونجور اهلا وسهلا فيك كيفك؟ تمام عدى طبيب اسنان وعم نحكي عن جمال الاسنان بس يطل يعني بس فات دكتور مدور دغري طلعت على اسنانك لقيتهم كثير ناتشرال ثانك يو كثير ناتشرال سو انت مع انه الاسنان اذا كانوا حلوين وناتشرال وبيض ما نغيرهم ما نحط البيس وفساد نفوت بكل هالعمليه صح؟ هو هيدي قناعه شخصيه يعني دائما الواحد وقت يحس انه في بروبلم حابب يغير بيروح للهوليوود سمايل حتى اوقات مثلا مثل ما بتقولي مثلا تبيض طبيعي يعني دائما هو لازم يكون شغله هي زعجته تا يغير مش حكيم اسنان لازم يقنعه هذا شغله سوبجكتيف يعني شغله شخصيه يعني اذا هو مقتنع باسنانه ولا لا صح. شو ابرز المشاكل بتشوفوها دكتور مدور وبتنصحوا انه هيدي الحاله لازم يصير في تجميل للابتسامه وتجميل للاسنان هو في عده حالات هلا رح نشوفها عبر الصور أوكي. نحكي عنها يعني بنجرب تصوير يعني بالصور نحكي عن كل حاله اوكي جريت مثلا عم نشوف مثلا مثل هي اول كاتيجوري هي وقت تكون الشفه شوي كبيره بتخبي على السنين يعني مثل ما عم نشوف اسنان بنحسهم شوي فايتين لجوا سو هون برزنا الاسنان شوي صغيره عملنا شيء اسمه مثلا فولر سمايل هلا كونسرنينج الكالر دائما البيشنت هو بيختاره نحن ما فينا نفرض عليه لون نحن اكيد بننصحه بس بتعرفي حياه ذوق يعني فمثل هون مثل ما شفنا عادي تم الصوره اللي بعدها بليز الصوره التاليه هون مثلا عم نشوف وجه البيشنت اهم شيء نحن بدنا ناخذ بعين الاعتبار ثلاث اشياء بالابتسامه الشفه والنيره والسنين هذا كله انصامبل وهذا الانصامبل هو لازم يتطابق مع الوجه يعني الابتسامه هي اكثر من 40% من جمال الوجه سو مش هيك نحن اسنان اجبار يكونوا متناسقين مع الوجه هيدي البرايورتي تبع التريتمنت وقديش فيك تتحكم بالاسنان نقدر صح. نسميك نقدر ندفع اللاين هون التحدي انه نحن نجرب نعطي للبيشنت هو شو بده
يعني نحن ما فينا مثل ما قلنا نفرض راينا، بس البيشنت كل بيشنت عنده هو تخيل لحالته، يعني بيتخيل انه هون انا حابب يكون وسناني هيك او بهذا اللون، فنحن بدنا نجرب قد ما فينا نقرب الصوره للبيشنت. بس بنفس الوقت لازم يكون في نظره للطبيب، اكيد يعني هي كلها قصه نظره الطبيب. صح. بس هو نوع من التنسيق اذا بدك بين حكيم اسنان وبين المريض، لانه اثنيناتهم رح يوصلوا تيوصل للنتيجه الماكسيمم. هون شو التقنيه اللي تبعتها؟ هو هيدي ان جنرال يعني بنسميها تجميل الاسنان، هي الفاسات، يعني كله هلا عم فرجيهم هن فينيرز، يعني مثل يعني لينسز، يعني رقيقه كثير بتتلزق دغري على الاسنان، بتعطي بتظبط الشكل والصفه واللون مثل ما عم نشوف. وما لها ضرر على الاسنان بحد ذاته، بعد يمكن فتره 10 سنين بتغير الكالر. هو ما في ضرر يعني بحد ذاته على الاسنان، بس هو كل شيء عنده ايج، يعني كل شيء بيعتق، يعني مثلا في ريسك مثلا ورا فتره بده يتغيروا طبيعي، بس بهالتكنولوجي الحلو فيها انه ما بنحف من السن، يعني وقت تكونوا سنين فاتين لجوا نحن عم نزيد عليهم، زد شيء مثلا مثل هون بهالحاله، سنين هون كانوا صغار، وقت تكونوا صغار مثلا فرق هون فرقة الابتسامة، مدى الابتسامة، يعني عم نشوف مثلا الشفة كانت كثير اجريسيف اول شيء، هلا طولناهم شوي صغيرة، اعطيناهم ستيل معين، وحتى بدي ركز على شغلة انه كل حالة رح نشوفها ستيلها معين، يعني ما في مثل كله زيت الحال نفس يعني. الابتسامه صح كله بيصير في اها. والتبييض هون مثل ما ذكرت في ليفلز، البيشنت بيختار يعني اي هلا اكيد بلبنان الموضه شوي عم تروح صوب الوايت، هذا مثل ما قلنا قرار شخصي، يعني نحن بننصح مش غلط، ما في صح وغلط يعني. طب دكتور هالفينيرز بيكونوا لكل الاسنان عند الابتسامه ولا اللي مبينين بس؟ هو نحن دائما بنعمل فوق وتحت. ايه نحن بنعمل دائما عدد سنين المبين، دائما بنقول مينيموم لازم يعمل 8 سنين فوق، الفول سمايل هو 10 فوق 10 تحت، اكيد كل تم بيختلف عن الثاني، في اوقات نضطر نعمل 12 سن ديبندينج على الكيس، يعني ليش من هون عم نقول انه ما في كيس يونيك، يعني ما في مثل جنرال رول، يعني كل كيس بدنا. طب اللثه هون مشغول عليها، يمكن اللثه مبينه كثير واضحه من قصرها بالليزر أكيد. عمليه هلا واصلين في صور جايه، في كاتيجوري هيدي كاتيجوري جديده، هيدي وقت يكون مثلا سنين بنشوفهم شوي مصفرين شوي تعبانين، يعني عاطين عمر اكبر من عمر البيشنت الاكتوال ايج، يعني مثلا هون البيشنت باول العشرينات عم نطلع سنين عم نحسهم كبار، يعني كانه باخر الاربعينات، سو شفنا كيف شلنا الصفار شلنا تاكل السنين، اعطينا هستيل يعني شوي المميز اللي عطى شوي كمان بزيت الوقت ناتشرال، يعني ما اعطيناه مثل هذا الكيوبيك فور. هلا كمان بالصوره النكست رح نشوف كمان مثل هون زيت شيء باول العشرينات بنشوف اسنان يعني مكبرينا بالعمر، يعني من صفار من تاكل، اعطينا هالفورم يعني هالانسامبل، يعني مثل ما هو ركزنا على قصه انسامبل. هلا اللون الابيض نحن دائما بنقيه باليونج بيشنتس تيلبق شوي مع البشره وكونه يعطوا شوي حضور يعني. أي. هلا رح نشوف كمان بتلفت النظر اكثر الابتسامه. اكيد. طب هالنتيجه بعد قد ايه بتصير عاده؟ عده جلسه؟ هيدي جلستين، السيراميك برودكت جلستين، في تكنولوجيز بتنعمل جلسه واحده، بس اجمالا او دايركت تكنولوجي او اندايركت تكنولوجي حسب الطريقه. هون مثلا بصير عندنا الناتشرال ايجينج، يعني مع الوقت بتعرف الواحد بيصيروا صفر سنينه، بيتاكلوا، بصير فيهم بتروح لمعتهم. مثل ما عم نشوف هون مثلا الضحكه مثلا باول الخمسينات رديناها باول العشرينات، ومن هذا الموضوع كثير حابب بركز على انه الشباب صار في عنده نوع من التوعيه بخصوص الهوليوود سمايل، لانه هذا مش بس موضوع تجميلي، هذا موضوع ترتيب، يعني دائما سنين البيض بيعطوا شوي انظف نظافه يعني. وترتيب ومش كانه هالرجل عم بيهتم بحاله، مش هيك هذا هو المهم، لو نحن كثير رفضيه خاصه عند الرجال بموضوع التجميل اللي هو عرفتي كيف لازم شوي نفتح على الموضوع. نكست بليز. كمان هون المدام منشوف مع العمر صار في شوية تكسير بسنين، صار في شوية راحة لمعتهم، عملنا غيرنا السمايل، وحتى بدي ألفت النظر أنه المدامات أوقات عم بحطوا ألوان بيض كتير، لأنه عم بيلحقوا الموضة وكله بده يونجر سمايل، يعني كله بده early 20s سمايل تبعيته، مثل ما عم نشوف تزبط يعني كل شيء، بحس حاله واحد مور كونفيدنت يعني وقت يضحك عنده ثقة صح ثقة بحاله، بتلاقيهم كل وقت عم بيضحكوا صح رجعت له الفرحة والضحكة صح هيدي شغلة كثير مهمة. نكست في حالة صعبة دكتور ما بتنعمل ولا في أكيد في حالات ما بتنعمل، بس نحن عم نجرب نفرجي الحالات اللي بتنعمل، عرفتي كيف يعني ليش؟ لأنه عم جرب قد ما في خلال الصور، مثلا مثل هون كمان مدام كبيرة بالعمر بنشوف كيف صار في هبوط بالشفة، هبوط طبيعي للشفة، سو وقت عملت أسنانها برزت الشفة شوي صغيرة، لأنه شغلة لأنه بترحل الوجه مع العمر طبيعي، سو مش هيك كله أنسامبل يعني. هون هي مرحلة الجامي سمايل، هيدي حالة إيه صح صعبة. الجامي سمايل هو يعني وقت تبين لسه كثير وقت يضحك الواحد، سو مثل ما كنت عم تقولي على الليزر بنعليها، مثل ما عم نشوف لغينا موضوع النيرة وزبطنا موضوع اسنان من بياض من صفي، يعني صار بيفور افتر كونسيدربل، يعني فرق كثير. طيب دكتور شو بتفرق بين ليزر وعملية جراحية في قطب يعني لتقصير الأول؟ ديفرنت تكنيك، يعني مثلا هون مثلا بهالحالة إذا مثلا استخدمنا مثلا عملية جراحية بدنا ننطر ست جماع تنرجع نعمل تريتمنت لأنه بدها ترتاح النيرة.
بالليزر الهيلينج بيكون اسرع لانه ما بينزل دم، واتليست كمان الريزلت بريدكتبل. ليش؟ لانه وقت نقطع بالليزر ما بينزل دم، يعني بنشوف وين مستوى النيري، يعني ما راح يصير في لا هبوط ولا تطلع. مثل هون مثلا كان مش بس عندنا جامي سمايل، عندنا مشاكل بالنيري، يعني في عندنا مطارح مثلا نفخ النيري، وحتى عندنا لون النيري كمان غلط، هو لازم يكون زهري اللون الصحي صح؟ مش هو اهم شيء ما يكون جامع دم، هو تجمع دم بيعمل التهابات، مثل ما عم نشوف مثلا كان في مثل شويه جلل، حتى عم نشوف كمان بسنان كان في شويه بروبلم بالدايميترز، يعني عم نشوف مثلا مثل اخر سنان كانوا كثير صغار، الناب كثير عريض. لازم نعمل نوع من التنسيق، لانه مثل ما قلنا انسومبل، يعني ما في انه هذا السن صغير نتركه صغير لانه هو صغير، لا ما هو تشالنج انه نغير. طب وشو شو الصح؟ يبقوا الاسنان على نفس اللاين ولا حلو تترك شوي هيك اعطيه كاركتر للشخص لما كانوا صف واحد؟ كل نحن هدفنا يعني بسمايل نعطي ستيل، يعني اذا عملني هون فرد صف، هلا بركي في عالم بتحب يكونوا فرد صف، انا ضد هالفكره لانه عرفتي كيف ببين كثير فيك، خاصه انه نحن عم نقي الوان كثير اكستريم اوقات، سو اذا حطينا الوان فيك وشكل فيك يعني صارت شويه فيك القصه. اوكي الصوره اللي بعدها بليز. اوكي الحاله التاليه كمان بنشوفها هون، فتنا بكاتيجوري كومبليتلي ديفرنت. هون بيكون عندنا نقص طبيعي بالاسنان، يعني هون مثلا مثل ما عم نشوف هول الاسنان مش انه مقبوعين ديو تو ان اكسيدنت او تسويس، بيكون واحد خلق مش موجود السن. سو هول البيشنتس بيكونوا اجمالا صغار لانه نحن ما فينا نزرع قبل عمر 18 سنه. سو هون ادق كيسز لانه بيكون البيشنت عايش بعقده نفسيه انه كل ما يضحك ما عنده سن، وبتعرفي وقت تكون صغير عمر صغير كمان عمر صغير 100%. سو هون المسؤوليه علينا كثير كبيره، لو مش بس بدنا نحسن بدنا نقلب يعني from before to after، ويكون يعني السمايل قد ما فيه perfect يعني. طب وهون تم زراعة الأسنان محل تم زراعة محل الأسنان الفاضية ومنها هوليوود سمايل على البقية، أكيد قرار شخصي، يعني الواحد دائما هو أوقات بيقول لك مثلا أنا ما بدي أعمل بس اثنين، فرد مرة أنا متهيئ بكون مثل فشة خلق، لما بكون واحد أنا معقد من هالقصة مثلا مثل الصورة اللي قبل بس تعلي عليها شوي. الصورة اللي قبل بس نقدر نشوفها نعلي عليها. لأنه أوقات بيكون الكيس شوي أدفانس، يعني مثل ما شفنا الصورة اللي قبل كان كل أسنان مثلا مقبوعين مثلا، تا ينزرعوا أسنان ويعطوا هالدفشة للشفة لأنه هي تهبط الشفة. أوكي. هول الكاتيجوريز هول الأسنان بيكونوا بلس أور ماينس منيح. هولي دقيقين جدا لانه نحن لازم يعني نحسن ونعطي هيدا البلس تبع البيشنت، يعني هو بيكون اوقات شوي الكلر زعجه، سو نحن بدنا نحتيل على الكيس بشكل انه نعطي اكستريم وايت كلرز وشوي ناتشرال، مثل ما عم نشوف هون كمان شويه رتوشات بيعطي هالالجنت سمايل هالبرزنس. مع انه ما بدها كانت صح. ما هو دائما الواحد بتكون مقتنع انه بده يغير، نحن ما فينا نقول له لا، لانه دائما مثل ما عم نشوف يعني بيكون هو اكثر شيء وموضوع الابيض هو البيزوج، لانه بالتبييض الطبيعي ما فينا نوصل لهالالوان، سو هيدا هو اللي عم نجرب نعمله. هون مثلا بنشوف مثلا كاتيجوري بيكونوا شوي اسنان هن بشعين يعني مصفوفين بس ما فيهم شوي ستيل يعني، سو مثل ما عم نشوف نعطي هالفوليوم نعطي هالوايت. عرفتي كمان زدت شيء هون مثلا هون ما كثير فتحنا درجه واحده لانه كان بيسكلي البيشنت مثلا متضايقه كثير بشكل اسنان اكثر من اللون، شكل شوي لقدام صح مش هيك زبطني يعني. هدول الكيسز شوي ادفانس، هون بيكون عندنا بروبلم بالسيمتري، بيكون الحنك ميل شوي صغيره والشفه بغير مطرح، هيدي كثير دقيقه لانه على المليمتر بتفرق، يعني مثل ما عم نشوف على الصوره بنحس التم رايح كله عمات اليمين تحت تجلس يعني صار اللاين تبعيته. طب الاسنان الملبسه شو بتعمل هون؟ الاسنان الملبسه بدها تنفك يرجع انعاده تلبيس. أوكي. لانه هيدي بتثبت التكنولوجي على الاسنان الطبيعيه. هلا اكيد اذا واحد عنده تلبيسه وحده اوقات فينا نلزق عليها، اكيد ديبندنج اذا التلبيسه بعدها كونسيدر. اوكي هول مثلا هيدا الكيس مثلا السن مثل ما عم نشوف بيجي بيسموه دوندوري، يعني مثل حبه الرز بيكون رفيع شوي صغيره، مثل ما عم نشوف زبطناها يعني صار السمايل يعني مور اليجنت، مثل ما عم نشوف هون يعني عم نحكي صار شيء فيه اتراكتيف سمايل، وحتى اللون يعني بلس اور ماينس ات از وايت بس فيه شوي هالايفر يعني بيعطي هالبياض حلوه. وبتعرف ضغطه صارت ترند يعني كمان ات از ترند. هلا اوقات مثل ما بتقولي بيكون في عالم لازم بده يعملوا سنينهم مش مفروض يعملوا سنينهم، هلا هون نحن بننصح بس القرار مثل ما قلنا قرار شخصي، يعني ما في اجى على الواحد، واوقات بيكون واحد عنده سنينه فراغات، سنينه بيكونوا اصلا مش حلوين ما بده يعمل هوليوود سمايل، ايه اكيد ما في اجى يقول له هيك، لانه هيدي يعني موضه صحيح بس هيدي قناعه شخصيه. ايه قرار شخصي. دكتور اميل مدور شكرا لكل هالمعلومات عن جمال الابتسامه بهالصور بيفور اند افتر، وان شاء الله بنشوفها كمان عن قريب. اهلا وسهلا فيك دكتور. ثانك يو سو ماتش. بنتابع بفقراتنا لليوم وحلقتنا عنوانها الجمال والتجميل، ومنروح لعندك نانسي لنشوف شو الموضوع.
متابعين من غرفة الميك اب مع خبيرة التجميل رولا كرم، اهلا وسهلا فيك رولا. شو اخبارك؟ بس بدي اعمل هيك 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 لنيفين لانه اليوم الموضوع هلا معناه هي الساعة 5 رايحة لعندك حسب ما عرفت، رح تشوف الحلقة بتسوى رح تحضرنا لانه الكونتورنج يعني اخذ لها عقليتها كل وقت بتقول كيف يعملوا كونتورنج خلينا نتعلم، فانا اليوم انا رح اتعلم منك وكل اللي عم يتابعونا طبعا رح يتعلموا. هلا انا عاملة فول ميك اب يعني أوكي. حتى فاونديشن اكيد ملائم للبشرة أوكي. حتى اي ميك اب وحمرة يعني اول شيء بتحط الفاونديشن قبل الكونتورينج؟ اكيد بنحط الفاونديشن بنرجع نعمل كونتورينج وفينا نعمل بالعكس كونتورينج بعدين نرجع نحط الفاونديشن لانه انا بحس مرات بس تعمل الكونتورينج ترجع تحط الفاونديشن بحسه بيروح ايه اكزاكتلي صح سو اذا بدنا نعمل مثلا انا هلا بدي اعمل كونتورينج للسهرة بدي ابين الكونتورينج قوي رح احط الفاونديشن حطيت الفاونديشن رح احط الكونتورينج من بعدها تيعطي الافيه تبعه بس كثير خفيف الفوندوتاي اللي حطيتيه ايه. لانه فينا نسمك فاونديشن ونسمك كونتورينج ونسمك باودر بصير بيطلع غلط كثير سهل اوكي بشو بدنا نبلش رولا؟ هلا رح احكي اول شيء على الالوان تبع الكونتورينج هلا بتعرف كثير دارج الكونتورينج كل السيدات صح. عم بحبوا يعملوا ويتعلموا المشكلة انه بالالوان الكونتورينج الالوان البني يلي هي مثل ما شايفه هون فعند البني اللي بيجي على محمر شوي مزبوط. على فاتح اكثر اورنجي اكثر جراي اكثر في كذا لون للكونتورينج اوكي كل ما نكون احنا فاتحين مفروض نروح على الالوان الكولد يعني اش براون يعني اذا انت فاتحه بتروحي صوب هاللونين اذا بدك صوب هاللون هذا شوي لا وورم بنروح على هالالوان تقريبا اوكي اوكي وكل ما نكون على سمر اكثر بنفوت بالاورنج بالبن الاورنجي بالكهامل طب انا اي واحد لازم استعمل انت المفروض تستعملي هيدا هيدا ايه اوكي يلا بلشينا لنشوف رح بلش حد اول شيء من بعد ما نكون طلعنا على المرايه نحن بنشوف بالكونتورينج شو بدنا نصلح اوكي مثلا انا من هون عندي وجه عريض اوكي رح اعمل اول شيء عميلي رح تفسر لك انه كيف فينا نضعف وجهنا من الكونتورينج اوكي رح اخلط انا نعمله يعني على شكل الفي شيب اكثر اكزاكتلي رح اخلط اللون الغامق رح فتحه شوي صغيره بلون افتح اوكي وننفخ هيك داك فيس تاني ميل بدنا نعمل فينا ايه هسه اول شيء انه اللون كثير غامق اوكي طيب بس هذا كله يعني. بيجي ينعمل له بلندنج اوكي صح اوكي بنعرض بنعرض شوي الزيح يعني من عندها ما يطلع كثير رفيع بالاخص انا وجهي من هون عريض بنشتغل من هون من تحت الدينه ريت فيها اعمل انا هلا هلا لو اللون غامق بس هلا بس نفنشل احنا اكزاكتلي على الكاميرا انه وين اشتغلنا الجبين انا عندي ضيق ما رح احط كثير كونتورنج رح اعمل بس نكزه صغيره على الاطراف اوكي لاحظتي على الهير لاين عملت اوكي اوكي وبنرجع بنشتغل على الانف انت عم تحطي هلا اللونين مع بعض عم بخلط اللونين هذا كثير غامق وهذا كثير فاتح وعلى الدقن على الدقن لنروسه اكزاكتلي تنروس الدقن بيعطي رفيع اكثر اوكي قطعتين ميلي كمان اوكي لكن صار في عنا الخدود قسمنا قسمنا الحلق من شي. تحت مع الدقن وعلى الجبين شوي حسب اذا الصبيه دقنا عفوا جبين عريض او رفيع اذا رفيع ما كثير بتقرب تما يضيق المسافه كل ما يكون الدقن عريض كل ما فيها هي تضايقه اكثر بتشوف ايام بنات كثير عريض عندهم الجبين فين يشتغلوا اكثر يضايقوه يعني نحن بنركز انه بالكونتورنج رح نركز على الاوفال تبع الوجه يبين الاوفال تبع الفيزاج تيعطي الجمال اوكي ومنخار اذا كان من هون عريض هيك بيتضايق صح بينما اذا كان رفيع ما فيك تعمل هيك اذا كان رفيع الانف لازم بالعكس تنعمل من هون بدل ما نعملها احنا بالطول انا شو لازم اعمل بنعملها بالنص انت لازم تعمل شيء عم خايف اوكي اوكي سو هلا حطيته هذا اول ستيب اوكي بنرجع بناخذ البنسول البلندنج البنسول البلندنج بتحسيه هيك شفتيه كيف فلافي ومن فوق بيكون لونه ابيض بيكون يوجوالي هيدا سينثيتك يعني إذا بنعمل فيه بلندنج للفاونديشن كل شيء هو ليكويد فينا نشتغل عليه بس أوكي. مش للباودر بنصير نشتغل بحركات دائرية بنعمل هيك داك فيس اوكي
منجرب انه نروق يعني منخ يعني يبين اللون كانه هيك استومبي اكزاكت وبيبين استومبي مش يبين زيح ما راح يبين زيح ولا يبين المبرق نجا هون على الجبين بكره انا الصبح بدي اجرب اعملها هون وشوفي على الطرف كمان اوكي اكيد الكونتورين كل ما بدك تغمق اللون حسب اذا بدك عندك سهره الضوء الصناعي بالسهره فيك تغمق الكلر قد ما بدك اذا عندك تصوير بالاخص بلاك اند وايت فيك تغمق قد ما بدك تي في شو تي في كمان فيك تغمق حسب الاضاءه هو ما فيك تغمق اضاءه الاستوديو جوا صح بدك تكون اكيد عامله اغمق وللنهار للنهار كمان للبرايد المفروض يكون كثير سمبل وكثير اندتكتبل يعني ممنوع حدا يعرف انه عامله انت كونتوري لحسك بلش يبين هيك بلش يقسم وبلش يرفع من هون هيك اذا واحد نصح شوي ما بيزعل لانه بيرجع بيظبط بالكونتور طيب اذا واحد بده يعرض هون هلا في صبايا بحبوا يعرضوا ايه هون الحنك شو بحطوا هلا لتعريض الحنك بتحط اللون الفاتح كل شيء بدك تعرضيه بدك تبرزيه بتحطي لون فاتح أوكي. كل شيء بدك انت تحدديه ام تغمقيه ام تفوتيه لجوا بتحطي لون غامق ما بدي اروح بريك بدي ضل هون بدي ضل عم تعلم ما بدي اروح بريك للانف لاحظتي للانف بنعمل بالبنسول ارفع نشتغل عليه طيب اوكي اكثر عم نشتغل على الديتاي صح نعمل راوند اوكي يلا رح نخليك تكفي هيك على رواق مضطرين نروح بريك رح نرجع بعد البريك بس انا رح شوف كل شيء اذا حدا حب يسال يسالني لالي اكيد لكن لحظات قليله مع العالم نجامتي رح خليكم معنا حمست لأنه حبيت كتير هيدا اللي محطوط هون مع أنه حطيته بلا الكريمي تحته بحط هلأ الكريمي لإلي وفوق الباودر لتشوف قد الإفقة أوكي شو هو الكريمي هيدا؟ نحن اللي عملناه هو كونتورينج أوكي الكونتورينج ما بي بس منحط الألوان الغامقة بدنا نعمل شيء كمان اسمه ستروبينج أوكي ستروبينج هو شيء عكس الكونتورينج مثل كيم كارداشيان كيف كانت تحط الألوان اللي بتلمع على الطرف وجينيفر لوبيز رح أعمل نفس الشيء بشي اول شيء اسمه لايتر هايلايتر بس بيجي اول شيء كريم فينا نحطه بالاصبع وفينا نحطه بالبنسو اوكي بنحطه على اعلى الخط محل ما احنا بدنا نبرز نظهر اوكي انا بحطه وين حطيت الغامق دغري من فوقه ومن هون كمان هلا هون انت اوريدي حطيتي الانتيسير ولا بعد انا حاطه كل شيء فاونديشن انتيسير هلا عم نجي بس من دون البود لا ما حطينا باودر أوكي. من هيك بيجي شوي عم يلمع بنحط على النوز بريدج بالنص في مرات عم نشوف في ماركت كمان بيجوا شوي على هيك ذهب بتستعمليهم هون الذهب بنستعملهم بس بالصيفيه لانه وقت نكون برونزي ام اذا بالشتاء احنا برونزي اوريدي صح لانه بنحطهم بزيت الطريقه محل ما انت عم تحطيهم عم بحطه انا على الجبين لتبين جبيني بومبي اكثر واكبر اوكي حسب يعني الكونتورينج حسب كل سيده شعبي لتعمل بس هلا اللي عم بعمله انا الكلاسيك الطريقه صح تقريبا الكل بحبوها وبيبي يعني شوي مش كتير بكميه كتير قليله اكيد ما بنحط خفيفه مش كتير لا بنحط كتير قليل هلا انا شوي صغيره عم جرب انه يبين على الكاميرا بجي نعمل له استومباج بس خفيف تيفوت باللون هلا هون انت تركتي زياده يبين ايه بعد لانه عم هلا عم بعمل له استومباج اكثر اوكي فوتهم بعد هلا ما فينا كمان اكيد نظهر هيك لانه بعده مبين انه في شويه تبرقع صح بدنا نفوت كل شيء مع كل شيء بده يكون في عنا تو باودرز لون بده يكون في عنا اياه فاتح ولون بده يكون عنا اياه غامق تنفوت كل شيء بعده رح بلش انا اكيد بالفاتح
في لها رقم معين في لون، ولا بتجيب كل سيدة بده يكون في عندها درجتين افتح من وجهها ودرجتين اغمق من وجهها. اوكي، لحط انا بالفاتح محل ما كان فاتح اوريدي. اوكي، لحسي كيف عم فوت نكس صغير بالمحل الغامق. صح، هيفوتوا ببعض. يعني نحن اهم شيء بالكونتورينج نفوت كل الكالرز مع بعض. تمام، بتعرفي بتحسي يعني هلا مش حطيتي عجمينك، حسيت عم بيضوي تضواي. ايه، ببين الوش كله فيه اكلاء اكثر من العاده. صح، من هيك ميك اب العروس بياخذ وقت اكثر من الميك اب العادي، لانه ايش باقي نعمل؟ قد ايه تقريبا بياخذ ميك اب العروس؟ ميك اب العروس ساعة وربع تقريبا. ساعة وربع. اوكي، استعملنا لكن هلا البودره الفاتحه. البودره الفاتحه تقريبا عم بحطها اولموست وين ما كان، لانه الكونتورينج كان غامق اوريدي. اذا الكونتورينج كان فاتح فينا نرجع نغمقه بالباودر. يعني انا هلا رح استعمل اللون الغامق شوي بعد معنا دقيقه. اوكي، بس بتحطي محل ما حطيتي لترسمي اكثر الخدود. اوكي، ترجع بتمرقي هون الغامق شيء عجبين ولا خلاص؟ انا مثلا عندي ما بدي مرقه زياده لانه اوريدي تما صح عجبينك اوريدي شوي ضيق تما يضيق اكثر. تما يضيق اكثر. واخر شيء اكيد فينا نرجع نحط احنا بلاش شوي بلاش نكزة صغيره على هون. انا ما بدي احط بلاش، بدي احط هايلايتر لانه بحب زياده اللمعه الطرف. برجع بحط نكزة صغيره لمعه. سهل، يعني اذا واحد بتعلم سهل هالخطوات هيدي سهل تطبيقها كثير. انا حتى فيديو على يوتيوب ايام السيدات كانوا يقولوا لي انه اول شيء كانوا عم يستصعبوا، بس بعدين انه وقت يبلشوا يعملوا مره مرتين بيتعودوا. ميرسي لولا، بتحبي هيك تضيفي شيء نصيحه اخيره لكل السيدات اللي عم تابعونا؟ نصيحه اخيره بس، ما يحطوا الكونتور هاجس، انه دائما على كل ميك اب لازم نحط كونتورينج. فينا نغمق للسهرات ام للتصوير، بس during the day بفضل نستعمل دائما الوان فاتحه، وفينا نحط محل الفاونديشن الغامق نستعمل بلاش، يعني نعمل كونتورينج بالبلاش. ثانك يو، ميرسي كثير لولا، ميرسي، يعطيك الف عافيه. وعودي هلا لعند ساشا وشانتال شلهوب. مثل ما قلتي نانسي خبيره الموضه والصوره شانتال شلهوب اليوم بضيافتنا بهالسيجمنت، وحبيت شانتال تحكي عن السيده النحيفه اللي بتتمتع بالنحيف. امرار ما بتلاقي يمكن التياب المناسبه لها، اليوم رح تفيدك شانتال بكل هالنصائح. اهلا وسهلا فيك شانتال. هاي ساش، كيفك؟ منيحه؟ تمام الحمد لله. شانتال، اليوم موضوع مش كثير، يعني عادة بنحكي نحن عن المرأة البدينة أو اللي عندها وزن زايد. مزبوط. كيف لازم تلبس ونخبي شوي هالأماكن الغير مرغوب فيها بالجسم. مزبوط. اليوم المرأة النحيفة. مزبوط. في عنا كثير، يعني بيبقوا كثير ما في شيب، يعني بتكون كثير ضعيفة. مش معناتها إذا كانت كثير ضعيفة يعني لازم تلبس كثير ضيق، بالعكس في قصص لازم تلبسها هلا رح نفرجي بالصور هيك بكون عندها فكرة. اكيد هلا غير انه هي كثير ضعيفه ممكن ما يكون في شكل او شيب بالجسم. مزبوط، اوقات بيكون في شيب بس الشيب دائما ما بيكون كثير ظاهر لانه كثير بتكون ضعيفه كرمال هيك. يعني هلا رح نحكي كيف تلبس. هلا عم نحكي مثلا عن الفساتين، قلت انه مش ضروري تكون لابسه، احيانا ما بيطلع حلو اذا لبست شيء كثير ضيق، فستان كثير ضيق. هيك فساتين اذا بتلاحظي ساشا منا ضيقه، يا بتجي ستريت كات يا بتجي الاي كات. هيك اذا بتلاحظي كمان في دائما ديتيلز وعاليه مسكره من فوق. بتقدر هي لانه دائما لما يكون مسكر من فوق بيعبي الفراغ، بيعطيها شوي مزبوط. هيك حجم. مزبوط، وحتى اذا بتلاحظي مثلا الكم قصير كيف هو جاي، منه جاي ضيق، جاي شوي مع فوليوم. مزبوط. طيب حتى الكم طويل فيها تستعمل ايبولات حسب بس الاوتفيت كيف بيكون. يعني اذا مثلا بتطلعي مثلا الفستان اللي فيه دانتيل كيف جاي الكم طويل، ما انه جاي على قد الجسم، جاي شوي واسع. ليه؟ لانها بتقدر انها تلبس هيك، بينما لو كان حدا شوي معبى مثلا ما بيقدر يلبس هالقد مسكر هالقد كم طويل، لانه هو اذا بتلاحظي شوي بيعبيها ما بتبين هالقد ضعيفه. واغلبيه الدراسز مش محددين الخصر هون. مزبوط. هلا هي فيها تحدد الخصر مش كثير، اكيد فيها تحدده بسانتور مثلا رفيع او عريض، هلا حسب الاوتفيت هلا ببين. بنكفي كمان بالطريقه اللبس والستايل. مثلا اعطيت اكزامبل اما ستون هوليوود ستار، اما ستون كمان كثير ضعيفه. ليكي شو مثلا عندها هيدا القماش اللي فيه خرز. هيدا القماش اذا بتلاحظي هيدا دائما مثلا بيعطي ثقل على الجسم. هي لو منا ضعيفه ما فيها تلبس هالقد مسكر وهالقد مثلا ليكي، اعطيها فوليوم.
اذا كان حدا معبى ما فيه يلبس هذا الفستان، وكمان ما سكرت كثير من تحت يعني. مزبوط، عملت بالانس شوي مبينين. مزبوط، عملت بالانس يعني. مزبوط. هلا كمان بيقدروا يعملوا مزيج بالقماش، اذا بتلاحظي بيكون في مثلا قماش معرق، في مثلا دخله الدانتيل، بتقدر تعجق، قادره انها تعجق لانها ضعيفه فيها تعجق، ما بيأثر يعني. اذا بتلاحظي مثلا هيدا الفستان شوي جاي واسع بس محدده خصره بسنتور شوي رفيع. صح. كمان عالي، قادره انها تعلق، قادره انها تعلق وتلبس كم طويل. وفلافي شوي من تحت يعني بيعطيها فوليوم، ما بكثير بكسمها. مزبوط، هيدي هي. مزبوط. الو شانتال. هاي نانسي، كيفك؟ كيفك انت؟ تمام. خلقكم زمان بلشين هلا بلشنا يا نورا. ماشي. لا لا لا. اوكي اوكي. هون عم نحكي، بعدني عم بقلك انه هي عندها الافانتاج انها تعجق، يعني اذا بتطلعي مثلا على اخر صوره هلا باي ذا واي كثير دارج السنتور العريض، كثير دارج الفولار الرفيع. اوكي. فشو بيصير هون اذا بتلاحظي في لابسه توب احمر، لابسه تنوره زرقاء، في تعجيق سنتور العريض الفولار الرفيع. بس توب فولار وكوليه. هيدا اللي عم نقوله انه بما انها كثير ضعيفه من فوق عندها السلق فيها تعجق شوي، عم نقول نانسي انه اذا كانت وحده شوي معبيه من فوق ما فيها تحط كل هول. ايه صح. بدها تكون كثير ضعيفه تتقدر. مثلا طلع لوك كثير حلو. كمان بدي اقول لك عن التنوره، قد ايه بده يكون خصرها ضعيف لتقدر تلبس هيدي التنوره؟ بده يكون خصرها ضعيف لتقدر تلبسه. لما اذا شوي اذا شوي معبيه ما بتقدر هالقد قماش، هالقد يكون في قماش. حتى اول صوره عم نحكي عن العالي، بتقدر انها تلبس العالي، بالعكس بيعطيها فوليوم من فوق. بس أوكي. باغلبيه الصور لاحظنا ما فتحت من فوق منطقه الصدر. هلا ايه فتح. انا عم بعطي مثلا هي اكيد فيها تفتح. هلا رح نشوف. اوكي. مثلا هون ليكوا شو بتطلعوا، اذا بتشوفوا كمان اما ستون عندك جوليانا رانسك كمان كثير ضعيفه. بتقدر عندها فيها تلبس كثير. الكاميرا بتشوفيها يعني. مزبوط، ومبينه ضعيفه. هالكاميرا بتعطيكي 5 كيلو مزبوط. وحتى اذا بتلاحظي الاوتفيت تبعها بتعرف شو بدها تلبس، مثلا القماش اللي بيجي الاورجانزا النافر مثلا، اذا بتلاحظي الدانتيل اللي فيه ورود، البوف بتقدر تلبسه. جوليانا مثلا لابسه اللي بيجي كثير قماش مجمع على بعضه، قادره تلبسهم لانها كثير ضعيفه، وليك شوي محدده خصره بالبلت الرفيع، بس انه قادره ليك شو قادرين يلبسوا. صحيح. بالعكس يستفيدوا انه بيقدروا يلبسوا هيك فساتين، هدول الفساتين بتنصح مش حيال حدا بيقدر يلبسهم. ما كثير تطلع حلوه على جسمهم يعني. هون عم كثير ضيق. مزبوط. هلا بعدني عم بقول انه كثير ضيق ما حيعطيها يعني ستايل. مثلا سكيني جينز مثلا. هلا احسبي لبسه سكيني، احسبي لبسه سكيني بدها تعملوا بالانس من فوق، بدها تلب مثلا توب شوي واسعه، بوتس شوي واسعه من تحت تعطي بالانس كلها سوا. صحيح. لانه كثير سكيني وفوق كثير ضيق، وسكربينه مثلا كثير كعبه رفيعه كثير بدها تبين ضعيفه. ضعيفه. اوكي. نكست. هوني امال كلوني كمان امال كثير ضعيفه، يعني اذا بتلاحظوا ضعيفه 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 كثير. ومن وراء امل صار كل الصبايا عبالي يكون عبالهم يكون جسمهم هيك. ايه هلا هي كثير ضعيفه، يعني هي مثل جوليانا رانسك هيدا الضعف. اذا بتلاحظي ليك الافانتاج اي فستان فيها تلبس، هيدا اللي فيه لايرز، هيدا كمان مش مين ما كان فيه يلبسه. صح. هيدا لبسته على الريد كاربت. وبده طول. وبده طول. ضعف. وبده ضعف كثير. حدد يتخسره كمان هون. حدد يتخسره اذا بتلاحظي. بس المساعدة هي شانتال كتافها العراض. مزبوط، اذا بتلاحظي انه كتافها صحيح انهم ضعاف بس في عندها شيب، في منهم ما بيكون في شيب، بيكونوا ضعاف يعني بدهم ينتبهوا كمان شو يلبسوا من فوق. هون بالويك اند تبع عرسها كمان لابسه فستان، ليكي شو حلو. في عنده الفلورال برنتس. الكم طويل وفي البوف اذا بتلاحظي، يعني هيدا كله بيعبي. هون دخلكم فالنتينو لابسه، حدا بيتذكر؟ فالنتينو. لا اوسكار دلارنتا. مظبوط اوسكار دلارنتا. ايه مش فالنتينو. مظبوط. ابيض فالنتينو ولا اوسكار دلارنتا؟ اوسكار دلارنتا يمكن؟ حدا يشوف لنا بليز، بدي اشوف قديش ايه بس حتى ليك اذا بتلاحظي نانسي ليك البوف كيف عاملينها، بوف مش انه جاي عادي، بوف تيعطي شوية فوليوم كمان. ف مظبوط. اوكي الصورة اللي بعدها. اوكي غير لوك كمان لناخذ فكرة. طب اكسسوارز ما عم نش من قبل جمعة الماضي حكينا وقتها عن اذا بتتذكري ساشا حكينا مثلا عن المقلم، انه اذا كانت مرة شوي معبية افضل يكون المقلم بالطول او مثلا بيجي دياجونال. هون هي عندها الافانتاج انها تلبسه بالعرض لانه المقلم. صح. بالعرض بيعطي شوية فوليوم، فعندها هيدا الادفانتج. واذا بتلاحظي الجينز مش ضروري يكون سكيني جينز، بيقدر يكون ستريت كات او بيقدر يكون الفلير الاي كات اللي هو هلا دارج
بالشتاء كثير داري شتاء. الاكسسوارز تكبر كثير بالحجم مع انه هي كثير ضعيفه. لا بدها تنتبه اكيد بدها تنتبه على الاكسسوارز، اذا حابه تكبر بدها تعرف كيف تكبر، ما بدهم يكونوا كثير كبار لانه ما بيقعدوا ما بيقعدوا كثير يلبقولها. اوكي هلا انت انا بدي اسالك ساش، انت مثلا اذا بتطلعي مثلا على هيدا اللوك شو؟ ابدا مش ضابطه. شو ليه؟ لانه اول شيء مش لقلل هيدا دريس الكات تبعوله خرج وحده تكون كثير ضعيفه. هيك مزبوط هيك ما شفنا قبل وطوله كثير غلط تعريق كمان حتى زياده طولها لها كمان. هي اول شيء لابسه يعني تعريق هالقد صح وكم طويل وقصيره ومسكر على القبه يعني معبيها بالعكس معبيها اكثر. هي بالعكس لازم تكون للضعيفة هيك فستان صح أزبط تكون لابسة غير هيك غير أوكي. ستايل غير ستايل أوكي نكست كمان غير صورة أيها أجمل لوك عندكم هون بالنص الأوتفيت أنا حبيت كتير أول واحد إذا مشوف شو بيلبق لها لجسمها هي كمان كيرا نايتلي كتير ضعيفة أوكي. هون تضعف كثير هيك بدي اقول هون لابسه كثير ضعيف الثاني مقبول انه سبا حلو بس الاول حلو. واحد بالنص عطيها ستايل كثير حلو منا مبينه هالقد ضعيفه صح. لانه التعريق مغطي لها كتافها ضعف هي كثير ضعف كتافها بالنص عطيها ستايل على منطقه الكتف والصدر ما في شيء يعني حسيت النص حلو احلى مزبوط عطي تعريق بل عطيها ستايل حلو هون مبين قد ايه ضعيف من فوق بس انا بحب على فكره هيك يعني بلاقي أكيد. حلو لا انا نانسي كثير حلو وحده ضعيفه من بالعكس من بس انه احنا كمان بنفرجيها انه فيها تستفيد من هول الفساتين اللي فيهم كثير تعريق فيها بالعكس تلبسهم اللي هن في كثير ناس بحبوا يلبسوهم بس ما بيلبق لهم اوكي كمان هون كمان شو بتشوفوا؟ ايه لا هون عم نشوف اكيد البلاك مش لبقلة فيه كتير فوليوم وهي مزبوط فيها حجم يعني الضعيف بيقدر يلبس هالقد لايرز وهالقد فوليوم وهالقد لانه راح تصوب اللون الاسود وتش سيف سايد ما يعني. ما خص اللون أي. عن جد مش دائما اللون هو بيلعب دوره بالعكس اذا بتطلعي مثلا لو القماش اول شيء مش مناسبه هيدا التفتة بيجي واقف بالعكس هيدا بزياده بنصي بس ضعيف قديش بتقدر تلبس قد ايه فيها تلبس ليك قد ايه فيها تلبس لانه مزبوط هون القماشة مش مناسبة حتى الموديل يمكن لو كان على غير قماش كان بيطلع هدل كان يمكن بضعفها أكثر كان طلع حلو طيب اوكي نكست آخر ستايل هون كنت عم بحكي كرمال بالانس هلا نانسي لما كنا عم نحكي عن الجينز إنه فيها حتى التنورة القصيرة ما تكون ضيقة بتلبس البوتس اللي بيجوا شوي واسعين تيعطي هيدا البالانس حتى الكوتس هلا كثير دايجين والبليزرز اللي طوال صح هول كثير دارجين هلا بنبقى بنحكي عنهم مره ثانيه فيها تروح شوي لستيل بوي فريند كمان فيها تروح شوي لمظبوط مثلا كمان الهول السواتر دريس سواتر يلي واسعين كمان بيجوا ما بيلبقوا لمين ما كان هولي لانه احيانا بتبين انها لابسه شيء اكبر منه هيدي كمان بدها تكون كثير دقيقه فيهم هول ما بيلبقوا لمين ما كان بالاخص مش لمين ما كان بالاخص اذا كانوا اجريها كثير ضعاف احيانا اذا لبست شيء كثير واسع ببين انه مش لها اوكي وهون عم نشوف جان باتيستا لكن لابس جان باتيستا هي طلعت حلو هالدرس لا فالنتينو ولا اوسكار دي ايه ولا وحده ولا دي ولا ده ابدا لابسه بس منهم على الويكند تبع عرسها وحده منهم وحده منهم بتذكر هيك ثانك يو شانتال شلهوب لكل هالامور يعني فتينا فيها وخاصه للسيده الضعيفه انت باقيه معنا اوكي بنشوفك لكن رح تنضم لنا بعد الفاصل كارول زمرود مثل العاده كارول الهوا بيكون إلها بعد الفاصل نحكي كل شيء علاجات محاربة شيخوخة كيف بعد هالفاصل خليكم برفقنا عودة لمتابعة برنامجنا ببيروت وتنضم لنا كارول زمرود اهلا وسهلا فيك كارول هلو كيفك؟ منيحة ركض بركض شو هالجمال ميرسي محلية عن جد محلية اسم الله ثانك يو شو عاملة كارول؟ ولا شيء شوي تزبط اذا كارول ما حتعمل لحالها لكن بده يعمل بس انه بتقول لنا شو هلا بعدين بتخبرنا حسودين لا بس اسم الله جاي جمالك هلا رح اقول لكم شو عملت والله حخبركم طيب. كمان بنرحب مره جديده بشانتال اهلا وسهلا تفضلي كارول الهواء لك كله شو عنا طيب. اليوم؟ اليوم رح اخبركم عن تريتمون جديد اسمه ديلكس
سكين تريتمنت. هيدا كيف صالون دو لوكس، كيف تقولي مثلا سياره دو لوكس، صار في بالعلاجات البشره علاجات دو لوكس اوكي، يعني افانغارد وحلوين بيرطبوا البشره. الهيدرا دو لوكس هو علاج بحط نقط من المواد المرطبه المغذيه اللي بتشد البشره بقلب اعماق البشره. اوكي، بتعمل مثل كيف بدي افسر لك، كيف كبكوب الشوك اذا بتحطيه على شيء هيك بيعلق ما بيعود فيك تشيليه، اذا بتحطي كبكوب شوب على قطن. صح، هيدا التريتمون بتحطي نقطه وبتعلق بالسكن، بتصير تزيد الليفت افكت الوايت افكت والهايدريشن، يعني بتزيد طراوه البشره من برا، ترطيبها من جوا، وشدها على الديفينيسيون تبع الكونتور. اوكي، عم نشوف باول فيديو كيف منشوف الاماكن يلي بدنا نحط فيهم الديلكس تريتمنت على الوجه. بينعمل ابتداء من عمر 28 سنه لعمر 80 سنه لمكافحه الشيخوخه، لحتى الست ما تحتاج عمليات تجميليه مثل الشد ليفتنج والسماك ليفت وغيرها، ولحتى ما تحتاج بلك فيلرز، يعني ما تحتاج تنفيخ للوجه لانه بيكون نفس وقشط. أوكي، كيف بيمشي هالتريتمنت؟ جبت لكم اياه معي، هو بواسطه اله، بس بدنا نشوفها شوي على القريب لحتى نفهم يلا كيف بينشغل. نطلب من السيده او من الصبيه انه تضحك، فيني استعين شوي بوجهك ببشرتك بس حتى فرجي. اوكي، اول شيء بنشوف نطلع بالبشره، كل سيده عندها ستركتور، مثلا في سيدات عندهم فور هيد لاينز، في منهم عندهم جلابيلر لاينز، في منهم عندهم في باتدوا حول العين، في منهم عندهم سيون كثير حافر، في منهم ما عندهم شيء بس عندهم شيء بنسميه فيرميسيل، ريد دو فيرميسيل، يعني التجاعيد مثل الشعيريه، كيف في معكرونه وفي شعيريه صغيره فاين لاين، هدول بيكونوا جايين من الجفاف. صح، من المناخ، من المكيف، من الاي سي. اذا ما بتعرفوا رقم واحد بنزع الجلد هو التكييف. صح، اذا كان بالسياره او اذا كان بالبيت، بانفايرمنت مايكروستاتيك، اذا قاعدين بمكتب كله موكات او كله ما فيه مواد طبيعيه، ما فيه اكسجين، كل هدول الاشياء بخلوا انه المي من البشره تطلع والجلد شوي شوي تنفس وتكون مثل مثل مثلا دراقه، اذا بتتركيها اربع خمس ايام بتشوفيها كيف بتكش على حالها. والدخان كمان له تاثير كرول، الدخان كمان بياثر على اللون، شرب المي كمان في كثير سيدات كلهم مشان هيدول نحن حاكيين. صح، بس بيوصلونا لمحل، بس اكثر شيء هول اللي قلتهم هن اللي بيشيلوا المي من قلب الخليه مش من قلب الجلد. صح، اوكي، مثلا ما رح لا 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 مثلا رح اطلب منك تبرمي شوي بروفيل، تضحكي تضحكي، بنشوف انه في عندنا بعدها مبينة صغيرة بالعمر. ايه، بس بلشوا يقولوا لنا وين رح يكونوا بالمستقبل. صح، رح يكون في عنا حوالي العيون، رح يكون في عنا سيون، رح يكون في عنا ماريونيت لاينز، وشوفوا على سمايل لاينز في عنا الاكورديون. لا كلنا، يعني جيبي بنت 20 سنة فيني اقول لك شو رح يصير فيها بعدين. قولي لك انا ما في شيء ما يحطلي شيء شريان. طيب منحط نقط 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 محل ما بدنا، ومنفضي عنا بتجي عبوة دوز مثل ما هي تنحسب انه هيدا هي الجلدة. اوكي، في عنا نقطة صغيرة، نقطة وسط، نقطة كبيرة. أوكي، يعني اذا صغيرة بالعمر انا بحط نقطة صغيرة، رح فرجيكم كيف بيان معنا. أوكي، بس صغيرة الإبرة يعني. لا هي النقطة اللي بتبين، ما بتبين قد ما أنا صغيرة، حكبر النقطة. لا قصدي الإبرة بس تشكيها. أيه، بالوجه بتفوتي شوي صغيرة. لا ما بتفوتي شيء. ما بتفوتيها. أوكي، على هيك شوفوا النقط كيف، يعني مثل كأنه عم نلعب لعبة على سطح البشرة، على الدغري دغري تحت الجلدة. أوكي، وهيدولي بيلزقوا بالجلدة، إذا كانت في عندي جفاف أكتر رح فوت على جفاف اكثر، فيني احط كبر النقطه تبعيتي وشوفوا انه هالاله تعطيني كل النقط قد بعضهم لحتى البشره ما تبين منفوخه بشكل اصطناعي، لانه نحن عم نشتغل على نقط، بعكس الفيلر
يلي كان بيشتغل على شينيل. شفنا الفرق بين النقطة الصغيرة طبيعية وبين الفيلر يلي بيعطيني كمية بكل ضغط أكبر من هيك. طيب هلا هيدول إذا حطوا مثلا لنقول مثلا بهيدي الاريا أو بهيدي الاريا أنا بغطي كل الوجه بعمل كاريات برسم كاريات بكل كاري نقطة 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 يعني بسكر كل البشرة وكل خطوط الرقبة وبركز أهم شيء على ثلاث مناطق بين العين وجوات العين اوكي بركز على الساد لاينز وبركز محل ما بتضحك السيدة هون اوكي بعمل بوتوكس بس من تحتها رح يبقوا ضحكة بالمستقبل هيدول رح يلتقوا مع هيدول فأنا بقطع الطريق من أولها ومن آخرها وبنقذ البشرة من الترهل من الشيخوخة من التجاعيد يلي رح يكونوا تحت الجلد حلو بضل في تعابير طيب نحن اهم شيء يضلهم التعابير شو هو البرودوي اللي بقلبها لهالابره؟ البرودوي هو اسيد هيالورونيك نو ريتيكولي يعني حمض الهيالورونيك اذا بدي افسلكم انه الفيلر مثل كانه جلو حطيتيه بالبراد اذا بتبرمي الكاسه ما بيوقع صح؟ ما بيوقع لانه صار جل هيدا الفيلر في عندك هيدول الانواع الجلو انت وعم تطبخيه بالطنجره يعني بعده سائل هيدا الفرق هيدا سائل يعني ما تجمد وهيداك تجمد وصار كتير جامد هيدا الفرق بيناتهم هيداك بخلي الوجه انه يصير منفوخ مكبتل قاسي وبس تضحكي بيصيروا يطلعوا التعبير بينما هيدول النقط شو ما تعملي بتضلك بخانة الطبيعي الناتشورال المرطب نحن عم نغذي البشره مش عم نعطيها تضاريس طيب الوايتنينج كيف بيصير يعني قلتي اول شيء انه بيفتح شوي لون البشره بقلب الانجريدينت تبعه في قلنا اسيد هيالورونيك ماده حمض الهيالورونيك 15% اللي هي مرطبه كل دوز من الايدرودوليوكس هي تقريبا بتوازي 6 شهور كريمات كان حطيتي 6 شهور كريمات بكل جلسه بعدين فيه جلوتيشن الجلوتيشن معروف انه بينعطى بالعرق للي بدهم يبيضوا حالهم اوكي في بقلبه جلوتيشن وفيه كل عائلة الفيتامينز والمينرالز اللي من قديم الزمان كنا نسميه ميزوثيرابي واللي هلا كثير اخصائيين استغنوا عن هالتقنية لانه ما لها كثير فوايد صاروا عم بحطوا الفيتامين بقلب نقطة هلا بنشوف بالصور هالنقطة المي في بقلبها اسيد هيالورونيك في بقلبها كل فيتامينات البيل انتي اوكسيدنتس اسي او زنك كوبر مانغنيز يعني كل العيله اللي فيها المايكرو نيوترمنتس اللي بتغذي البشره وفيها كمان العنصر المبيض اللي هو جلوتيشن اي متى بدنا نروح هالجمعه قال هلا فينا بعد الهواء فينا نعمله على البشره فينا نعمله على الرقبه فينا نعمله على سطح الايدين بيعطي كثير كثير حلو اذا بعد في عنا ماس جريسوز يعني بعد ما طلعوا العروق والشرايين بعد ما ختيرت السيدة ما بدهم يعني تعباية ما بدهم تعباية يعني إذا السيدة بعدها بالثلاثينات أربعينات فينا نشتغل وكمان فينا نشتغل فيه على الأعضاء التناسلية عند السيدة أوكي رح نشوف مجموعة من الصور ونعلق عليهم وبعدين أنا عندي سؤال هيدي هي المادة الجديدة اللي عاملة بريك ثرو يلي هي حمض الهيالورونيك يلي من زمان كان اسمه فيلر كان جامد كان جل قاسي وهلا صار مثل المي صار طري صار فلويد وصار ابن عمه للميزوثيرابي يعني بالنص الطريق لا ميزو ولا فيلر بنشوف انه تحت شوف الهيالورونيك اسيد اول طبقة اورانج هي الطبقة السطحية ثاني طبقة هو الميد درمس يعني محل الطبقة المتوسطة والهيالورونيك اسيد بينزل لتحت لاعماق البشره وبضل قاعد 6 شهور عم بيرطب البشره من تحت لفوق مشان هيك بتشوفي هالنضاره وهالضوء على الوجه اوكي فاذا هيدا هو السر هيدي نقطه المي بقلبها بنصها في كل الفيتامينات مثل ما عم نشوف النص الغامق قلت لكم في فيتامين بي 1 بي 6 بي 5 فيه كوبر مانغانيز فيه جلوتيشن ورق وفوق منه في كبسوله الحمض الهيالورونيك أوكي. شوفوا النقطة الحمراء هي النقطة اللي نحن بنحطها اصطناعياً بنفوتها وبيجوا نقط المي بيفكروها نقطة مي بيجوا بيلزقوا فيها وبيصيروا يعملوا سلسلة من المواد المرطبة
هيدول النقط اللي بنشتغل فيهم على الوجه، المحل ما بدنا نحط النقط مثلا هون يعني. عم نشتغل على جو لاين كثير فيه تجاعيد، بنشوف الصورة اللي بعدها كيف، شوفوا التجاعيد كيف هني صح، وبنشوف من بعد ما نخلص العلاج كيف فتح ما بقى في شيء، وخاصة بهالمناطق الكريتيكال عند المرض. والحلو انه النتيجة فورية يعني مش تنطري تشوفي بعدين دغري. وانا بالكلينيك بحط من بعده ماسك اسمه واو ماسك، بنشيله بتقومي عن جد واو واو. بنشوف شو هن السايتس يلي فيني اشتغل فيهم، فيني اشتغل على تجاعيد الجبهة، فيني اشتغل على ترطيب الخدود، على تجاعيد الرقبة اللي بيكونوا عاملين خطين سود على الرقبة، فيني اشتغل على التيكولتي اذا السيدة كثير تشمست، وعلى بالجسم فينا نشتغل على الايدين، حتى في سيدة تشتغل حابة تشتغل على ركابها لانه مزمزمين كمان مش الحال. حلو حلوة. طيب كارول كم مرة بعتفيش الصورة بتاعتنا؟ ايه بعد في أوكي. كمان انه الرجل يلي ما بيحب يعمل فيلرز ويبين انه هو كثير اصطناعي صح. كل العالم اللي ما بدهم ينفخوا ما بدهم يعملوا فيلرز فبيقدروا يستفيدوا من هالعلاج، ودغري بتحسي انه فرق. فرقت الصوره بين والرجل كبير بالعمر يعني ما نقدر نبين شيء تحت عينه يعني على الجنب الشمال صح، هون على الخد حتى وهون عند الدقن كمان. اوكي بنكفي. هلا شوفوا النقط الحمر هن النقط يلي زرعناهم، هيدي صوره اي ار ام يعني اخذوا صوره اي ار ام مغناطيسيه لحتى يشوفوا هيدا شو عم يعمل بالجلد. بنشوف الاحمر هو النقطه اللي نحن حطيناها، واللون الاخضر هو المي الطبيعيه يلي بتجي ما بقى تتبخر، بتجي بتتجمع حول صديقتها النقطه. كيف يحطوا حبه رز للصدفه لحتى تعمل عليها لولو إيه؟ هيدي النقطه نحن عم نحطها، بيجوا الميات من البشره وبيقعدوا بالوش ما بيقعدوا يتبخروا. منشوف البشرة قبل ما نعملها، منشوف بس نحط النقط، ومنشوف النقط هن وأصحابهم يلي بجسمنا كيف كلهم بيعملوا مجموعات وبيصيروا على داير من دار 3D effect على الوجه. منشوف البشرة قبل الترطيب، شوفوا كيف التجاعيد بالطول، منشوف كيف عملوا agglomeration بنسميهم، كيف تجمعوا الخلايا على بعضهم وصاروا عم بيعكسوا لون أبيض، ببين معنا لون الأبيض حتى على الميكروسكوب. هون كنا شفنا مواقع الترطيب بالوجه والصدر. حلوة هالتكنيك كثير حلوة. كارول كم مرة لازم تنعمل؟ نعمل إذا ما في كثير جفاف إيه؟ مرة، إذا الجفاف متوسط 3 مرات، إذا سيدة أخذت تريتمون هون عم نقول إنه للسيدات وللرجال بينعمل التريتمنت، إذا السيدة مثلا أخذت مثلا روأكيوتان إيزوتريتينوين عاملة قشر ضعفانة كثير وشها كثير منشف هافي سموكر يعني عندها شيء ادى لكثير جفاف ببشرتها، نعمل لها 2 سايكلز اوف تريتمنت. اول 3 اشهر نعمل لها 3 جلسات، بنريحها 3 اشهر بنعمل لها 3 جلسات ثانيين، يعني 6 جلسات بالسنه اذا كانت الحاله متقدمه. اذا الحاله خفيفه مره مثلا مثل انت مره واحده بكفيكي مره كل سنه، واذا المره بين ال 35 وطلوع بدها تحافظ بتعمل 3 جلسات طول السنه يعني ايه كل السنة قالت لي ايه فيها تروح اكثر من السنة ولا لازم لا هو بيعيش 9 اشهر لبين ما يعمل ديجراتاسيون، بس انا ما بخليه يروح يعني بعطيك الموعد مثلا احسن نعمله حسبي هلا شهر 8 بعطيك موعد بشهر 4 بتكوني عندي حتى تعملي جلستك الثانية، بعدين حسب عمر كل سيدة بنصير نقسم لها مواعيد. ثانك يو كارول. كل اسبوع في شيء جديد مع اكيد كارول. هلا يعني في الاسبوع الماضي سالوني كثير عن رموش الحرير، رح خصص لهم حلقة ارجع افسر عليهم. وشغلة تانية للي عم بيحبوا كتير وبيقولوا لي انه ما بتذكري اسامي ما بتذكري اسعار، ما بحب، رح بحط لكم اياهم دائما بعد الحلقه على فيسبوك وعلى انستغرام الاسامي ببرا مثلا مثل بالعراق عم بيجي كثير اسئله، بالاردن شو اسمه قد ايه كلفته لنشوفه. هيك بتكسبي مور فولورز كمان على الفيسبوك وانستغرام. ايه ايه وهن اذا بحبوا يناقشوا مع الاخصائيين ببلادهم فيكم تفوتوا على فيسبوك على كارول زمرود او على انستا، وهي الطريقه اللي عنده سؤال فيه يتصل فيه او يبعث رقم التليفون لقطع قدامي. ثانك يو كارول، ميرسي كثير. شانتال اكيد رح تبقي انت وكارول معنا لندوق بعد شوي شو حضرت لنا دلال الكنج. ايه اكيد. بريك اخير وبنرجع بنتابع، خليكم معنا. Ha ha ha!
وصلنا لاخر فقره. امك عم تحضر مجبوره تكملي كل الصحن احسن ماما رح تخلص الصحن وعها. لا وبعدين دلال ما بيتفوت اكله. ايه شو اليوم عملنا يا دلال؟ نرجع نذكر شوي. اليوم عملنا تارت على شانكليش مثل ما سبق وحكينا على العجينه. ما بدنا ننسى انه حطينا زيتون مطحون. رجعنا ضفنا الشانكليش مع البصل والبندوره يلي كعزلناهم مع شويه زيت زيتون. أوكي. ورجعنا وضعنا عليهم شويه زعتر يابس يلي هي وصفه كثير طيبه. بس نانسي نحن ما حكينا على البسكويت او شوكولاته. نقول سريعا اليوم عم نحكي على 50 بسكويت. بدنا نقطعهم لشقف صغيره على نار او بالمايكرويف او بان ماري. بدنا نذوب نص كوب من الكريم فريش. بدنا نضيف له نص كوبايه من الكريم فريش. بدنا نضيف نص كوب من الشوكولا الاسود يلي منه هو حلو. أوكي. على نار خفيفه. بدنا نمزجهم سوا. بدنا نرجع نضيف 5 ملاعق من السكر العادي و5 ملاعق من العسل. أوكي. كل هيدا الخليط بدنا نذوبه سوا على نار. وشو بدنا نرجع نعمل؟ بدنا نضيفه على البسكوي يلي قطعناه لقطع صغيره. بدنا نخلطه سوا. وهون نحن فينا نوضعه بقالب الكيك نانسي تنحطه بالفريزر اكيد. بيبقى وكمان بيضاين كثير. صح بيضاين. صح بس بدنا نقول انه قبل ما نوضعه بقالب الكيك بدنا نحط له ورقه النايلون توقتها نقلبه هيدا. اكيد بنطبسه بالايد تياخذ بعضه. بنغلفه. اكيد من المستحسن انه نشتغله قبل بيوم قبل ما ناكله. واكيد روحه طويله اكيد انا صحيت ما بقى بنشي دلال. هيدا هو الليزي كيك. ليش اسمه ليزي؟ معنى شكله بده كثير شغل. لا هيدا بالعكس ما بده شغل. بعدين نانسي انه فينا نضيف له جوز زبيب. نفرم جوز صغير كمان بقلب الخلطه وزبيب ولوز كمان بيعطي نكهه كثير طيبه. او فينا نضيف شويه تمر كمان. التمر طيب معه كثير طيب. وكيف نتواصل معك؟ كيف نتواصل معك يا دلال؟ ايه عن جهه التعبير قولي انا بعطيكم رقم. بيعملوا لي اد على الفيسبوك دلال كنج او لايك على البيج او بيواكبوني على تويتر او انستغرام. ميرسي دلال. ثانك يو. ثانك يو سو ماتش. مش كذا الا الرد الاسبوع الجاي كمان شاطر. ميرسي كثير لحضورك معنا. ميرسي شوفك قريبا. وكارول بنشوفك الخميس بركي نحن والثنين الجاي على الهواء. اوكي؟ اوكي. لهم نكون وصلنا لختام حلقتنا. متشكر كل يلي تابعونا. ان شاء الله تكونوا مضيتوا اوقات حلوه برفقتنا. بنلاقيكم بكره بحلقه جديده. كونوا كتر على الموعد. باي باي.